ثواني مشاهدينا مستمعينا الكرام، لأني قاعد أحاول أنشر البث يعني في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا البث موجود في تويتر فيديو أو مساحة، وأيضا موجود على قناتي في اليوتيوب أو مش أو معلش وأيضا على صفحتي في الفيسبوك، فتقدر تدخلون من أي منصة وتطرحون أسئلتكم هناك، وأنا ممكن أشاركها معاكم وأطرحها أثناء البث وأناقشها معاكم. طيب ثواني نبدأ الحلقة الآن. تمام، يبدو أن كل شيء تمام. طيب أهلا فيكم، أهلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الإنسانية. أولا الإنسانية هي الحل، مع الباحث والناشط ريمي اللي هو أنا يعني. أتمنى لكم تكونوا بخير وبصحة وسلام. أهلا أيضا بمشاهدينا ومستمعينا في مساحة تويتر. حابين نقول صباح الخير للموجودين في المزرعة اللي هي بتسمى بالسعودية، اللي أنا بسميها بالسعودية، أيضا في مزارع الخليج، في الدول اللي فيها يعني صباح حاليا، ظهيرة طيبة اللي عندهم ظهر، مساء الخير للي الناس عندهم مساء زي عندنا هنا في أستراليا ونيوزيلندا، القطب الجنوبي تقريبا شرق آسيا عندهم مساء. طبعا في هذه الحلقة راح أناقش معاكم واحدة من المواضيع الحساسة جدا جدا جدا، وهذا الموضوع طبعا وانا شغال على البحث اكتشفت انه يحتاج جزئين. الجزء الاول اللي هو اخذ تقريبا اول اسبوع بس عشان اطلع المعلومات، والاسبوع الثاني عشان اكتب فيه الكلام وبعدين ابدا اشاركه معاكم، فاضطريت ان اخليه جزئين. هذا الجزء الاول راح اتكلم فيه عن خمس فقرات. طبعا هيكون في تنويه مهم جدا قبل الفقرات، لكن الفقرة الأولى راح تكون عن اللي هو تعريف التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي بشكل عام بشكل سريع. الفقرة الثانية راح تكون عن أرقام وإحصاءات من بعض الدول التي يغلب على سكانها الإيمان بفكر محمد وهو دين الإسلام يعني، وتفشي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. طبعا شغل بمصادر وخط بعض الدول، ومن ضمنها طبعا مزرعتي، أقصد مزرعة بن سعود اللي هي بتسمى بالسعودية بن قوسين أو جزيرة العرب المفترض يعني هذا اسمها الحقيقي. الفقرة الثالثة اللي هي العقوبات لمرتكبي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي بين بعض الدول في الفقرة الثانية اللي هي قبلها، ومقارنتها بالعقوبات في قوانين أستراليا مثلا. يعني هنا في قوانين أستراليا من جد بحثت عن العقوبات، يعني فرق بين السماء والأرض. الفقرة الرابعة، لماذا لم تذكر نصوص كتاب القرآن عقوبات واضحة ورادعة لمرتكبي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي؟ هل محمد أحد مرتكبيها في زمنه؟ طبعا هذا السؤال هو اللي يعني لأنه جبت من خلاله نصوص كثيرة بتثبت إنه محمد متورط أو ارتكب جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. الفقرة الخامسة اللي هي نصوص كتاب القرآن والأحاديث اللي بتثبت بأن محمد متحرش جنسيا ومعتدي جنسيا. طبعا هذه الحلقة طبعا جدا يعني
هي راح تغضب أصلا أي شخص بيؤمن بفكر محمد، حتى لو كان معتدل ولا يعني ما له أي علاقة لا بالدين ولا أقصد ما له بالسياسة ولا يعني بالمشاكل والأخطاء الفظيعة اللي موجودة في كتابه، برضه راح يزعجه أو راح تزعجه هذه الحلقة. طيب قبل ما أنا أبدأ، خلونا نبدأ أول شيء في تنويه مهم جدا، اللي هو إنه هذا البرنامج مرة أخرى وأعيد وأكرر، لأن أنا قلت في الحلقات الأولى اللي تقريبا الحلقة الأولى الثانية، إنه هذا البرنامج لا يدعو لترك الدين الإسلامي أو معاداة أو كراهية شخص محمد، بل ينشر الوعي بأن محمد مجرد إنسان يصيب ويخطئ، سواء ادعى أنه هو نبي أم لم يدعي ذلك. وأيضا هذا البرنامج أو هذا المشروع بيثبت بأن الحل فقط في الإنسانية، هي اللي هي أنا مسميها الإنسانية أولا، الإنسانية هي الحل. الآن ندخل على موضوع التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، اللي هو التعريف مبسط يعني بشكل سريع. طبعا أنا حصلت معلومات كثيرة لكن بعطيكم هي بشكل مبسط. يعني كلنا نعرف انه مشكله التحرش الجنسي الجريمه هذه يعني تقريبا موجوده في كل المجتمعات وفي كل الدول وفي كل الاماكن، لكن بيفرق في كيفيه محاربه هذه الجريمه سواء في الماضي او الحاضر في الثقافات المختلفه المتنوعه. فخلونا ندخل ونشوف ايش معنى تعريف التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. طيب يعني بشكل مبسط، طبعا انا استخدمت هنا مصادر، حذكر لكم المصادر بعدين راح اقول لكم التعريف. انا استخدمت مصدر من اللي هو لجنه حقوق الانسان الاستراليه، ايضا اليو ان اتش سي ار اللي هو يتعلق اعتقد باللاجئين، ايضا استخدمت اليو ان ويمن اللي هو يونايتد نيشن يتعلق بالمراه، ايضا استخدمت حقوق الانسان الاستراليه اعتقد هي نفسها اللي هو الكوميشن، برضو في منظمه مصريه حقوقيه تكافح موضوع التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي اسمها هارس ماب او خريطه التحرش، برضو اخذت من عندهم بعض المصادر عشان اتكلم فيها عن تعريف التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. أيضا أخذت مصدر آخر اللي هو اللجنة القضائية، بس خلينا نتأكد منها، أيوه اللجنة القضائية بولاية نيو ساوث ويلز اللي هي يعني اللي أنا يعني قاعد فيها الآن، عاصمتها مدينة سيدني. طبعا أيضا مصدر آخر من شركة خاصة اسمها المحامين سيدني الكريمينال لويرز، سيدني كريمينال لويرز، هذا مصدر برضه اخذت من عنده. ايضا اخذت مصدر اي مصادر من ابحاث اكاديميه، عندك الخطيب والخطيب 2019، عندك المدني واخرون 2012. كل هذه المصادر عشان انا اعطيكم الكلام اللي انا راح اقوله الان في تعريف التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. انا بس بتاكد انه ما صار في اي يعني شيء انا يعني بتركه، او يعني بحاول ان ما اترك اي يعني مصدر اكون ناسي اسمه ولا هذا. طيب المصادر هذه اللي انا قلت لكم هي الان بعطيكم التجميعه او الخلاصه والاستنتاج والنتيجه اللي طلعت بيها باستخدامي لهذه المصادر لتعريف التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. فالتحرش الجنسي هو طلبات من أجل أو أي طلبات من أجل الجنس أو مقدمات جنسية أو أي عبارات لفظية جنسية غير مرحب بهم أو أي سلوكيات ذو طابع جنسي غير مرحب بهم. وضحايا جريمة التحرش الجنسي يطالبون بأن يتم فهم بأن هذا التصرف هو شكل من أشكال العنف وأنه إساءة لاستخدام السلطة. طبعا هذا الشيء ركزوا على النقطة هذه، ضحايا جريمة التحرش الجنسي يطالبون بأن يتم فهم بأن هذا التصرف هو شكل من أشكال العنف وأنه إساءة لاستخدام السلطة، لأن جريمة التحرش الجنسي ليست مزحة أو من الكماليات أو من الممكن تفاديها. لذلك فجريمة التحرش الجنسي يؤدي إلى قمع خصوصية الشخص وبمشاعر الشخص وتجعله يعاني
وتجعله يعاني بعدم الطمأنينة وبالإذلال والخوف والإهانة وبالرعب وعدم الأمان والاحترام. وتأخذ جريمة التحرش الجنسي أشكال متعددة. ركز برضه على الأشكال المتعددة اللي أنا راح أتكلم عنها، اللي بتأخذ جريمة التحرش الجنسي واحدة منها. على سبيل المثال، عرض صور ومقاطع فيديو جنسية، اللمس الغير مرحب به طبعا بين قوسين لأي مكان في الجسم، رسائل واتصالات جنسية عبر الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي، اتصال جنسي بشكل مباشر، عبارات لفظية جنسية، وطلب القيام بعملية الجنس، وأيضا التحديق. التحديق يعني الواحد يعني يطيل النظر في الشخص الآخر، يعني بطريقة فيها نوع من الشهوة الجنسية، أو النظر في بعض أجسام من الجسم بطريقة شهوانية. ومن الممكن أن يكون الضحايا سواء أن يكون الضحايا من سواء من الأطفال أو النساء أو الرجال لجريمة التحرش الجنسي. طيب، جريمة الاعتداء الجنسي هو حدوث الجماع الجنسي بدون موافقة الطرف الآخر، وأيضا بمعرفة الشخص بأن الطرف الآخر لم يوافق على ممارسة ذلك. طبعا نحن ناخذ الشق الأول وركز فيه، لأنه حنعرف كيف إنه محمد مارس الاعتداء الجنسي أو حتى التحرش الجنسي في النصوص اللي أنا راح أذكر لكم هي أثناء الحلقة. أعيد تعريف جريمة الاعتداء الجنسي: هو حدوث الجماع الجنسي بدون موافقة الطرف الآخر، وأيضا بمعرفة الشخص بأن الطرف الآخر لم يوافق على ممارسة ذلك. الشخص هنا المقصود فيه اللي هو مرتكب الجريمة الاعتداء الجنسي، اللي هو يشمل طبعا الاغتصاب بالمناسبة. يعرف أن الشخص الآخر ما هو موافق على هذه الممارسة. طيب، في هذا البحث أنا إيش أبغى أحاول أثبت؟ طبعا أنا قلت لكم أنه هذا البحث مدته حلقتين، جزئين. هذا الجزء الأول، الجزء الثاني راح يكون بعد أسبوعين. البحث هذا اللي أنا بحاول أثبته وبحاول أوصله إنه بيثبت إن القرشي مارس التحريض المباشر وغير المباشر لارتكاب جريمة التحرش الجنسي ضد الأطفال وضد النساء، سواء في نصوص كتاب القرآن أو في الأحاديث، أيضا عن طريق تفاسير المعاصرين والسابقين. طبعا تفاسير السابقين المعاصرين راح تكون في الحلقة الجاية. أيضا هذا البحث راح يثبت انه ما في اي نج... ما لا توجد اي نصوص صريحه في كتاب القران تجرم وتعاقب من يرتكب جريمه التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي ضد الانسانيه، خصوصا ضد الاطفال وضد النساء. ايضا هذا البحث، طبعا التفاسير راح تكون كالعاده اللي بيرجع للحلقات السابقه، راح تكون تفاسير معاصره اللي هي حق المعاصرين، المفسرين المعاصرين أو السابقين أو حتى تفسير الخاص. فهذه كلها حتكون في الحلقة الجاية. أيضا هذا البحث راح يثبت إنه في يا توافقات في بعض النصوص أو في تناقضات في بعض النصوص لوجود هذه الجريمة اللي هو التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. طيب، آخر شيء اللي هو بيحاول يوصل البحث اللي هو إنه في حلول جذرية كثيرة، ما انه في هذه المشاكل وهذا يعني الاخطاء وال يعني المعاناه اللي بتعاني منها الانسانيه، خصوصا الاطفال والنساء. اكيد في حلول كثيره، ممكن اهمها اللي هو مبدا الانسانيه. اولا، الانسانيه هي الحل. طبعا هذه كانت الفقره الاولى. ندخل الان على الفقره الثانيه. طبعا اعطيتكم يعني تفصيل مبسط عن أو شرح مبسط عن تعريف التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. الآن بندخل على أرقام وإحصاءات، طبعا حتكون مفاجئة وحتكون يعني غير مستغربة في بعض الأرقام والإحصاءات اللي أنا راح أعطيكم هي، وراح أقول لكم الأسباب ليش هي منتشرة أو ليش هي ممكن ما تكون منتشرة، أو الأرقام هذه ما بتعكس الواقع اللي نحن بنعيشه. طبعا هنا في تعليق من عمر العطاس بيقول: مرحبا يا ريم، تحياتي وتمنياتي لك بالتوفيق. أتمنى لك التوفيق يا عمر العطاس. أي أحد عنده سؤال استفسار يقدر يشاركه أثناء البث. بين كل فقرة وفقرة راح أحاول أتفاعل معاكم وأرد وأخذ وأعطي معاكم. ندخل الآن على الفقرة الثانية.
ندخل الآن على الفقرة الثانية اللي هي أرقام وإحصاءات من بعض الدول التي يغلب على سكانها الإيمان بفكر محمد وهو دين الإسلام وتفشي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. طبعا الدول اللي أنا اخترتها في البحث هذا وممكن أزيدها بعدين لما يصدر الكتاب تقريبا قبل منتصف 2022، هو كتابين حيطلع، هذا الحلقة هذه راح تكون في الكتاب الثاني، أول 5 حلقات اللي هو يشمل الكتاب الأول، ال5 حلقات الأخرى اللي هي من حلقة رقم 6 إلى 10 هتكون في كتاب ثاني، وحاول إنه يكون أقل من 100 صفحة. طبعا هذا بدون المصادر، لأن المصادر ممكن تاخذ صفحات كثيرة، ما أعتقد تاخذ صفحات كثيرة، لكن مصادر جدا كثيرة. عموما طبعا أنا اخترت بعض الدول، وواحدة من هذه الدول اللي هي الدولة اللي أنا منها اللي هي المزرعة اللي بتسمى بين قوسين السعودية، واخترت دولة مصر، واخترت دولة البحرين لأنها جنبنا، وأيضا وغير أنها جنبنا أيضا أنها دولة صغيرة جدا. واخترت من الدول اللي ما تتحدث اللغة العربية دولة مثل بنغلاديش، مع أنه أقدر أستخدم مثلا دولة زي باكستان، أفغانستان، هذه الدول، لكن أنا اخترت بنغلاديش وما أسعفني الوقت حاليا أن أخذ دول أخرى، فقلت أخذ 4 ونشوف إيش قالت الإحصاءات والأرقام في موضوع التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في هذه الدول. لكن مثل ما قلت لكم، لما نصدر الكتاب أو المقال لما نصدر لحاله ينزل لاحقا، راح أذكر بعض الدول الأخرى، يعني ممكن أضيف كم دولة كذا عشان يثبت أكثر تفشي جريمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بشكل رهيب ومخيف جدا عندنا في المجتمعات اللي بتؤمن أو يؤمن أغلب سكانها على بدين وفكر محمد. طيب نخش على الإحصاءات على طول، بس قبل ما نخش في الإحصاءات بعطيكم المصادر في البداية كالعادة، وبعدين بخش في الكلام اللي هم يعني قالوه وأثبتوه بالأرقام والإحصاءات والأبحاث اللي هم يعني قاموا فيها ولا التحقيقات اللي هم قاموا فيها عشان يثبتوا هذه الجرائم وهذه النسب اللي راح تظهر بعد شوية، أو راح أقول لكم بعد شوية. طيب نبدأ إحنا في المصادر. أول شيء عندنا هنا الجمعان 2014، طبعا كتب يعني خبر في صحيفة الرياض. عندك الشهري وآل تبيس 2018 في جريدة عكاظ، برضو يعني عدد البلاغات عن نسبة التحرش. بعدين عندك في مقال أكاديمي من واحدة اسمها المنيف، سوت بحث وصدر عام 2019. برضو عندنا في دراسة صارت في مدينة الدمام 2012 من قبل الباحث اللي اسمه المدني وآخرون، طبعا أو آخرون معناته إنه في أكثر من شخص اشتغل على هذا البحث، والعدد تقريبا أكثر من 3 أشخاص، فهم سووا بحث على اللي صار في الدمام. البحث كان في 2012. طيب عندنا أيضا في بعض المصادر الأخرى باللغة الإنجليزية، زي مثلا عندك إيميرت وكولر 1998، في أيضا عندك جياردينو داتنر وآشر 2003. طبعا هذول بيعطونا الأسباب ليش إنه البعض ما بيتكلم أو بيبلغ عن مشكلة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، عشان بعدين لا أحد يجيني يقول لي شو هو بيستخدم مصادر أجنبية وما أدري إيش، ويدعي إنها يعني محايدة وإنه يعني ما بيجيب ناس بيكرهون الدين أو من هذا القبيل. لا، الأسماء الأجنبية اللي أنا ذكرتها قبل شوية، إيميرت وكولر 1998 وجيرتين وداتنر وآشر 2003، أتكلموا أو المعلومات اللي أنا أخذتها من عندهم تتكلم عن الأسباب اللي هي ليش ما في تبليغ عن جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي اللي بيصير ضد الأطفال. طيب بعدين في عندك أيضا، أنا أخذت مصدر آخر اللي هو الخطيب والخطيب، اسم الباحثين الخطيب والخطيب 2019 طلع بحثهم. بعدين في بحث آخر برضو طبعا في دولة البحرين، أخذت أنا بحث من واحد اسمه المحروس وآخرون، صدر البحث عام 2004. أيضا من صحيفة الوسط البحرينية واحدة اسمها دهنيم، طبعا أنا أستخدم الأسماء الأخيرة في توثيق المصادر، أستخدم الأسماء الأخيرة وأقول لكم هي دهنيم، الخبر طلع في 2016، طبعا بيدعم البحث اللي طلع بيه المحروس وآخرون. برضو في صحيفة أخبار الخليج أخذ من مصدر اسمه منسي 2019. بعدين عندك دولة مصر، طبعا أنا اخترت دولة مصر. المصادر اللي أخذتها اللي هي اليو إن ويمن 2013،
برضو البيس ويمن 2013، سنت لينجام 2017، وأيضا منظمة هارس ماب اللي هو بالعربي منظمة خريطة التحرش، هذه منظمة إنسانية أو حقوقية مقرها في مصر. عندنا أيضا، خلينا نشوف المصادر الأخرى. أيوة، في عندنا بجاني 2015، هذا المصدر اللي هو يعني بيتكلم عن دولة بنغلاديش. وأيضا استخدمت أنا هيئة الخبراء بمجلس الوزراء اللي هو النظام اللي هم اللي هم يعني بيهتمون بموضوع النظام الأساسي للحكم أو الأنظمة الخاصة بنظام بن سعود، يطبقوها على الشعب أو القوانين، يعني بين قوسين قوانين السعودية. خلينا نشوف إذا في مصادر أخرى. هي برضه في واحد اسمه يوسف، برضه خبر أعتقد من واحدة من الصحف المصرية في 2021. بالنسبة لأستراليا، أنا أخذت طبعا حق أستراليا اللي هو يتعلق بالفقرة الثالثة، اللي يتعلق بالفقرة الثالثة حذكر لما نيجي هذه الفقرة. وأيضا يوسف هذا اللي من مصر برضه له علاقة بالعقوبات اللي هو الفقرة الثالثة يعني، وأيضا هيئة الخبراء مجلس الصراحة. عموما ندخل الآن على الأرقام والإحصائيات اللي يعني لا حد يستغرب منها يعني، بس ممكن حتكون مفاجئة بشكل أو بآخر، خصوصا لما نتكلم عن الدولة اللي أنا منها اللي هي السعودية بين قوسين. طيب في السعودية، حلو، في السعودية الجمعان، حلو، في صحيفة الرياض 2014 ذكر إنه وزارة العدل السعودية في محاكم السعودية في عام 2013 فقط كانت في قرابة 2797 قضية تحرش جنسي. من اللي أعلنتها؟ وزارة العدل السعودية في محاكم السعودية في عام 2013 فقط. الشهري وآل دبيس في 2018 في خبر في صحيفة عكاظ ذكروا أن عدد البلاغات في قضايا التحرش الجنسي بالسعودية وصل فقط في 20 شهر إلى 2869 بلاغ حتى وقت اللي هو 2018 اللي هو وقت صدور الخبر، أحسب قبلها 20 شهر. بعدين ذكروا أن مدينة مكة والرياض اتصدروا قضايا التبليغ عن التحرش الجنسي بنسبة 60.5%. طبعا هذا التحرش الجنسي انا اقصد فيه طبعا سواء كان ضد الاطفال او النساء او اي شيء، طبعا هم ما فصلوا فيه، لكن يعني هذا اللي احنا نفترضه انه هذه القضايا هي اللي وصلت هذه الاعداد. طبعا الاعداد كثيره جدا، لكن على حسب وزاره العدل السعوديه بتقول انه هذه هي الاخبار، وطبعا هذا في خبر الرياض، لكن في حق عكاظ بتقول انه يعني 2869 وصلت هذه البلاغات في 20 شهر فقط، يعني من 2018 قبلها أحسب 20 شهر. طيب أنا راح أذكر الأسباب ليش إنه الناس ما بتتكلم أو ما بتبلغ عن جرائم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. بس أول شيء ندخل على نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في السعودية. طبعا المنيف ذكرت في 2019 في بحثها اللي كان اسمه الاثار، طبعا انا بعطيكم الترجمه لانه البحث كان بالانجليزي، فانا اخذت الموضوع ترجمته وخليته عربي. اسم العنوان او عنوان البحث اللي هو الاثار الطويله المدى للاعتداء الجنسي ضد الاطفال في السعوديه، تقرير من دراسه وطنيه. قالت شوف العدد الغريب، طبعا انا اندهشت لما شفت، لكن قلت لازم انزله عشان بعد عشان اعطيكم الفرق وقارنها بين دراسات اخرى والأسباب ليش إنه هذه النسبة ضئيلة جدا. قالت إنه 19.1% من الأطفال الذكور في السعودية واجهوا التحرش الجنسي عن طريق المداعبة أو اللمس بطريقة جنسية، مقارنة ب 18.1% من الإناث. وأيضا طبعا نتيجة البحث قالت إنه 13.1% من الإناث لمسنا أجزاء من جسد المتحرش مقارنة ب 17% من الذكور، يعني إنه اللي مرتكب الجريمة المتحرش القذر الوسخ اللي ارتكب الجريمة بيجبر الأنثى أو الذكر إنه يلمس جزء من أجزاء جسد مرتكب الجريمة نفسه.
وفي محاولة لممارسة الجنس باستخدام العنف فقد كانت النسبة 14.1 بالنسبة للذكور مقارنة ب 9.5 للإناث، اللي هي محاولة يعني محاولة الاغتصاب بالقوة. وكانت النسبة 8.2 للإناث مقارنة ب 12.7 للذكور فيما يتعلق بتعرضهم لممارسة الجنس مع المتحرشين جنسيا. وفيما يتعلق بوجود مشكلة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال في السعودية، فقد ذكرت المنيف في نفس بحثها بأن نسبة 20.8% هي مدى انتشار مشكلة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال في السعودية، مقسمة على 12.1% من الذكور و8.7% من الإناث. وقالت إنه هذه الدراسة تمت بمشاركة ما يقرب من 10,156 شخص. طبعا هي قالت انه هذول الاشخاص بعد ما هي حذفت المشاركين، لانه كانت في بعض الاجوبه المتعلقه بالدراسه يعني ما تم الاجابه عليها او تم فقدها، لانه العدد اكثر من 10,000 شخص، تقريبا اكثر من 11,000. فبعد تصفيه الناس اللي ما جاوبوا او انه بعض اجاباتهم تم فقدها، صار العدد 10,156 شخص. هذول الاشخاص هم اللي انا ذكرت قبل شويه الاحصائيات اللي ذكرتها المنيف في بحثها. طيب شوفوا هنا ايضا، يعني قالت انه كان متوسط اعمار المشاركين تقريبا بعمر 34.3 من السنين، يعني كانت اعمارهم تقريبا 34.3 مع فارق، الفارق هذا جدا كبير، مع فارق أقل أو أكثر من 11 سنة. يعني أنت احسب من المشاركين هذول 10,156 الأفريج تقريبا 34.3 سنة، حلو، بعدين تنزل تحت شوية تقريبا 11 سنة أو تطلع أكثر من 34 سنة، يعني 24.3 لين 44.3. هذول هم اللي شاركوا في هذه الدراسة. طبعا برضو في يعني في اشياء البعض ممكن ما يتذكر او ما حاب يتذكر، بعضهم ما حطوا، بعضهم ما اعترفوا فعلا، فعشان كذا النسبه جت بهذه الطريقه. لكن انا حقول لكم ليش الاسباب اللي بتخلي الناس ما بتتكلم وما بتبلغ عن جريمه التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي عندنا في المزرعه. بعدين ننتقل الان لدراسه اخرى اللي هي صارت في مدينه الدمام، أجريت عشان تشوف يعني نسبة الاعتداءات الجنسية والاعتداءات الجسدية ضد الأطفال في الدمام بالسعودية، لتقريبا عدد 87 حالة لأطفال تعرضوا للاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجسدي. طبعا المدني اللي هو المدني وآخرون اللي سووا البحث وأصدروا عام 2012 قالوا إنه تقريبا، شوف النسبة المهولة، فقط في 87 شخص، انه 85% من هذه الحالات كانت لاعتداءات جنسية. 85%، تخيلوا عدد جدا يعني مرعب. 85% من هذه الحالات كانت اعتداءات جنسية، منها 35%، يعني من 85% 35% كانت اعتداءات جنسية عن طريق الجماع الشرجي، اللي هو بالانجليزي انال انتركورس، يعني ممارسة الجنس من المكان اللي انتوا يعني يكرم السامعين اللي بتزقوا منه. 35% من ال 85%، وتقريبا 30% كانت اعتداءات جنسية عن طريق الجماع المهبلي اللي هو الفاجينال انتركورس، هذا اللي بيتعلق بالنساء في المهبل. و15% تقريبا كانت اعتداءات جنسية عن طريق الجماع الشرجي والمهبلي، يعني من قدام ومن ورا. 15%، تخيلوا، شفتوا الرعب هذا وهم أطفال، تخيلوا. طبعا الدراسة هذه لل87 شخص كانت في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وأيضا في المركز القانوني والطب الشرعي في مدينة الدمام. طبعا نرجع الآن ونقول لكم إنه التناقض في نتائج الأرقام، في هذه المجتمعات اللي هو اللي عندنا في المجتمع السعودي، يعني يعود لبعض الأسباب، من أهمها على سبيل المثال إنه هذه الجرائم الجنسية ضد الكرامة الإنسانية
هي من ضمن المواضيع التي لا يتحدث عنها أحد في المجتمع السعودي، مثل الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، ولأسباب منها قلة الوعي بالحقوق للضحية، إخفاء الأمر على أشخاص معينين، طبعا بين قوسين مثل الأهل، الخجل من ذكر حدوث جريمة التحرش الجنسي، الشعور بالذنب، القلق من عدم تصديق ما حدث، وأيضا عدم الاستعداد لمواجهة ذلك الأمر قضائيا. طبعا هذه هي الأسباب، وأنا بعطيكم لو شاركت معاكم يعني تجربتي في التحرش الجنسي، يعني محاولة الاعتداء الجنسي اللي أنا عشتها في المزرعة. تقريبا واحد بعض من هذه الأسباب فعلا، يعني الظاهرة هذه منتشرة وبتشوفها يعني تقريبا في كل مكان، وما في طبعا رادع بالمناسبة، يعني ما في رادع، ما في عقوبات. فعشان كذا هذه الجرائم اللي هو الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي منتشر بهذه الطريقة، بالرغم انه هذه الارقام اللي ذكرتها المنيف طبعا بتخالف الواقع، لانه انا متأكد 10,000 شخص، الاكثر من 10,000 شخص اللي شاركوا في الدراسة حقتها، يعني اعتقد انهم ما اعترفوا وما كانوا صادقين في الإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بتعرضهم للاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي لما كانوا أطفال. طيب ندخل الآن لدولة أخرى، بشوف إذا في أي تعليقات. في أي تعليقات؟ طبعا هنا واحد اسمه تركي الشمري يعني يتمسخر، يقول ريم تعمل معي بس انت مشكلتك كافر مرتد مجهر، يعني ماني عارف يعني كيف ارد عليه، يعني اذا هذه مشكلة انك انت انك تمارس علي العنصرية الدينية المقدسة والسب الدين المقدس، طيب انت كيف اصلا هتشتغل مع الناس؟ يعني اذا انت ما تقبلهم كيف تبغى الناس يقبلوك؟ عموما عندنا هنا ياسر نمبر 5 بيقول مرحبا ريمي، اهلا ياسر، اذا عندك اي اسئله استفسارات اهلا وسهلا فيك، اثناء البث راح اشاركها معك ومع المشاهدين والمستمعين ايضا. نكمل نخش على دوله البحرين، نشوف البحرين ايش اللي صار فيها. طبعا في دراسه طلعت، طبعا ايوه المحروس واخرون دراستهم طلعت عام 2004، وهم البحث هم سووه تقريبا من عام 2000 سوري من عام 1991 حتى عام 2001، يعني سووا دراسه حقت 10 سنين في دوله البحرين، واسم الدراسه طبعا برضه الدراسه هذه باللغه الانجليزيه انا بترجمها لكم، اسمها عنف الاطفال تجربه البحرين. طبعا المصادر اللي انا بتكلم عنها خشوا على اليوتيوب في صندوق الوصف بتحصلون كل المصادر اللي بالانجليزي او اللي بالعربي، واللي بناء عليها انا سويت هذه الحلقه اللي هي رقم 7 الجزء الاول. فلا تنسوا تخشوا على المصادر لانها جدا مهمه، وهي مصادر جدا كثيره لكن بتعطيك فكره عن او بتثبت لك الحجه اللي انا بتكلم عنها في هذه الحلقه. طيب ندخل على البحرين نشوف في البحرين هذه في ال10 سنين هذه، طبعا يقول المحروس واخرون قالوا ان الدراسه هذه شملت 150 طفل يعانوا من عنف الاطفال والاهمال. 47% من الاطفال اناث و53% من الاطفال ذكور. تراوحت متوسط اعمار ما يقرب من 7 سنوات تزيد او تقل عن 4 سنوات، وجميعهم من مركز مجمع السلمانية الطبي، بس يبدو انهم هم اخذوا البيانات من المركز مجمع السلمانية الطبي وسووا الدراسة هذه على الحالات هذه اللي جاتهم في الموجودة في المركز، يعني اللي هم عددهم 150 طفل. طبعا النتيجة لهذه الدراسة اللي هم سووها بالنسبة للعنف الجنسي ضد الأطفال هي انه 53 طفلة من أصل 97 من الأطفال، 97 حلو، اللي هم 87 من الأطفال عانوا من العنف الجنسي، و10 أطفال عانوا من العنف الجنسي والجسدي، فصار العدد 97 من الناس هذولا اللي هم عانوا من كلا العنفين اللي هو الجنسي، 87 من أصل 150، و10 أطفال عانوا من الاثنين جنسي وجسدي، فصار 97 من أصل 150. ف53 طفل من أصل 97 عانوا من العنف الجنسي أو عانينا من العنف الجنسي، وهذا يمثل نسبة 55%.
بينما الأطفال الذكور يمثلون 45% وهم 44 طفل من أصل 97 من الأطفال. أما الناس اللي ارتكبت جريمة العنف الجنسي تجاه الأطفال في البحرين، الدراسة نفسها ذكرت بأنه 77% من مرتكبي العنف الجنسي كان من قبل أفراد العائلة مثل الأهل أو الأقارب أو الأبناء أو حتى الأصدقاء ومن يعملون في خدمة العوائل، وأنه 93% حدثت هذه الجريمة اللي هي العنف الجنسي في أماكن من المفترض أن تكون أكثر أمانا للأطفال. طيب إيش هي الأساليب اللي تم استخدامها لممارسة العنف الجنسي تجاه هؤلاء الأطفال الذكور والإناث؟ شوفوا النسب، و74% بالنسبة للأطفال الذكور تم ممارسة جريمة العنف الجنسي ضدهم في البحرين، تم ممارسة اللواط بنسبة 74%، تخيلوا. أما بالنسبة للإناث فكانت 8%، وبنسبة 31% بالنسبة للأطفال الإناث تم التعرف على أغشية البكارة بشكل غير طبيعي. كم نسبتها؟ 31%. أما بالنسبة للأطفال الإناث، اختراق المهبل اللي هو يعني الجماع المهبلي كان بالنسبة للأطفال الإناث بنسبة 36%. تخيلوا هم أطفال النساء الإناث، الأطفال الإناث 12% منهم حملوا، تخيلوا 12% منهم حمل من العنف الجنسي في البحرين. طبعا في صحيفة الوسط البحرينية في واحدة تكتب تقرير اللي اسمها دهنيم 2016، وأيضا في صحيفة أخبار الخليج منسي 2019، ذكروا في دراسة حديثة من جمعية أمنية الطفل البحرينية. طبعا أنا حاولت أدور على الدراسة هذه من الجمعية هذه بس ما حصلت، عندهم حساب في تويتر بس مرة كثيرة لهذا، فما أعتقد إنه بحصل الدراسة. حاولت أكتب في النت في جوجل أبحث من هنا من هناك ما حصلت، لكن هم ذكروا، عشان كذا انا استندت على صحيفتين او خبرين من صحيفتين، قالوا انه في جمعيه اسمها جمعيه امنيه الطفل البحرينيه سوت دراسه عشان تعرف مشكله العنف الجنسي او التحرش الجنسي في البحرين. قالت انه اللي شاركوا فيها تقريبا 196 شخص من المجتمع البحريني، 170 من الإناث و26 من الرجال، أعمارهم تبلغ من 12 سنة ل 50 سنة. إيش قالت في الدراسة بناء على دهنيم ومنسي؟ قالوا إنه أكثر من 87% منهم قد تعرضوا للتحرش الجنسي عندما كانوا أطفالا، ويعود أسباب عدم الإبلاغ عن جرائم التحرش الجنسي ضد الأطفال على سبيل المثال بسبب الخوف من الجاري من الأهل والتسبب بمشكلات عائلية وقلة الوعي بخطورة الأمر والخوف من العقاب أو قلة الوعي والجهل بذلك. وعلى الرغم طبعا كان في اختلاف في نسبة الناس اللي ما فضلوا إنهم يتكلموا عن اللي صار لهم. طبعا دهنيم قالت 70% ومنسي قالت 88%. طبعا هذا الاختلاف بالنسبة لي أنا ما بيدل على إشكالية إنه فيها إشكالية، بقدر ما إنه هو دليل على إنه النسبة عالية جدا، وهذا اللي بيعكس مدى انتشار جريمة التحرش الجنسي ضد الأطفال في البحرين. طبعا منسي قالت 70%، سوري دهنيم قالت 70% ومنسي قالت 88%، في كلا الحالتين النسبة عالية، على الأقل أكثر من 75%، وهذه نسبة جدا عالية على دولة تعتبر صغيرة مثل البحرين. طيب ندخل الآن على دولة اسمها مصر. طبعا مصر شيء فظيع جدا، والأرقام اللي راح أقول لكم هي شيء مرعب جدا مرعب جدا. في دراسة نشرتها الـ UN Women عنوانها Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt، معناها يعني دراسة على الطرق والأساليب
إنهاء التحرش الجنسي في مصر. طبعا انا عندي نسخه من الدراسه هذه، لكن في نفس الدراسه انا ما دورت، يعني ما حصلت تاريخ نشر الدراسه نفسها، لكن بعض المصادر ذكرت انه الدراسه نشرت في عام 2013، بس حبيت اوضح هذه النقطه. عموما الدراسه هذه ايش قالت؟ قالت انه نسبه النساء والبنات اللاتي تعرضن لشكل من اشكال التحرش الجنسي في 7 من محافظات مصر كانت اكثر، طبعا الرقم مرعب، اكثر من 99%. طبعا ايش اللي يدعم هذا الرقم؟ انا اخذتها برضو من مصدر اخر او مصدرين اخرين، اللي هو سنتلينجام وبيس ويمن. اعتقد سنتلينجام هذه من بي بي سي، وبيس ويمن منظمه اخرى. تخيلوا 99% في هذه الدراسة حقت اليو ان ويمن في 7 من محافظات مصر تمت الدراسة فيها تعرضوا للتحرش الجنسي سواء كانوا نساء أو بنات. وذكرت منظمة هرس ماب اللي هو خريطة التحرش، منظمة إنسانية في مصر، في دراسة أصدرتها عام 2018 عن التحرش الجنسي ضد الأطفال في مصر، من شهادات من شاركنا في حملة أول مرة عندما تعرضت للتحرش. إيش قالوا عن هذه الدراسة؟ أو إيش النتائج اللي طلعوا بها من هذه الدراسة؟ قالوا إنه أكثر من 85% من الأطفال الإناث تعرضن للتحرش الجنسي، و52% منهم كانت بأعمار ما بين 6 ل 11 سنة، و21% بوينت 2 من الأطفال اللي تعرضوا للتحرش الجنسي كانت أعمارهم أقل من 6 سنوات. شفتوا الرعب والجريمة هذه كيف منتشرة في مصر؟ 21% بوينت 2 من الأطفال اللي تعرضوا للتحرش الجنسي في دراسة طلعت عام 2018 أعمارهم أقل من 6 سنوات. إيش الوسخ ده؟ ومرتكبي جريمة التحرش الجنسي ضد هؤلاء الأطفال هم من الذكور بنسبة 87%، بالرغم من أنه أكثر من 61% ممن تعرضوا لجرائم التحرش الجنسي ما ذكروا أعمار المتحرشين جنسيا، لكن قالوا أنه من الذكور. وفي دراسة أخرى سوتها نفس المنظمة اللي هي خريطة التحرش في 2014 عن التحرش الجنسي فقط في مدينة القاهرة الكبرى، اللي هي يعني هم قالوا أنها شملت 6 أجزاء من هذه المدينة، وشارك فيها تقريبا 450 شخص، 300 منهم نساء و150 رجل، اعمارهم يعني ما بين 18 و45 سنه. شوف ايش قال، شوف الاحصائيه. طبعا قالوا في الدراسه قالت انه اكثر من 47% منهم اعمارهم بين 18 و24. الناس هذه او هذه الفئه قالت انه اكثر من 95، معليش، نتيجه الدراسه بشكل عام قالت انه اكثر من 95% ممن شاركنا في هذه الدراسه من النساء اللي هم 300 قد تعرضنا لشكل من اشكال التحرش الجنسي، لشكل من اشكال التحرش الجنسي اللي انا ذكرته في بدايه الحلقه. الان بقول لكم ايش هي، كم نسبه هذه الاشكال اللي تم استخدامها اللي هي تعتبر شكل من اشكال التحرش الجنسي. اكثر من 86.5% كانت عن طريق التصوير بآحاد جنسيه اللي يسموها بالانجليزي كات كولز. اكثر من 83.5% كانت عن طريق التحديق الجنسي اللي هو بالانجليزي اوغلي، يعني يقعد يطيل النظر في المرأة، أو يعني بطريقة فيها نوع من الشهوة، نوع من محاولة ارتكاب الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي. أكثر من 60% كانت عن طريق الاتصالات الهاتفية، و57% كانت عن طريق العبارات والألفاظ الجنسية، يعني تخيل بيتكلم وكلامه كله جنسي، طبعا هذا يعتبر تحرش جنسي. وأكثر من 56% كانت عن طريق اللمس، وأكثر من 46.5% كانت عن طريق التعقب،
والمشاركات أيضا ذكرنا في الدراسة بأن جرائم التحرش الجنسي ضدهن تحدث في الشوارع العامة بنسبة أكثر من 81%، وأكثر من 14.5 في المواصلات العامة. شوف النسبة هذه من اللي شاركوا في هذا الدراسة اللي صدرت في 2014، إنه أكثر من 96% ممن تعرضنا لجريمة التحرش الجنسي كنا بين 18 و39 سنة من العمر، مقارنة بأكثر من 79% ممن تراوحت أعمارهن بين 40 و 45 سنة. يعني حتى الناس اللي وصلت 40 وفوق يعني ما سلموا من التحرش الجنسي في مطار أو في القاهرة بناء على الدراسة هذه. يعني شفت الأرقام المهولة هذه الموجودة في مصر؟ شيء مرعب وشيء يعني جدا بيخوف. طيب ندخل الآن على دولة أخرى اللي هي دولة بنغلاديش. طبعا في دراسة تحليلية اسم الدراسة هي دراسة تحليلية للوضع في دولة بنغلاديش، قامت بها اليو ان ويمن في 2013 لثمانية من الجامعات في دولة بنغلاديش. ذكرت اليو ان ويمن انه تقريبا او ما نسبته 76% من طلبة الجامعات الثمانية من الاناث قد تعرضنا لحوادث التحرش الجنسي. طبعا هذه دعمتها من مقالين ذكرهم باجاري في 2015، واتكلمت وموجوده يعني في صفحه اليو ان ويمن اللي تتعلق بدوله اسيا والمحيط الهادي تقريبا. الرابط موجود في صندوق الوصف في اليوتيوب تقدر تطلع عليه. طبعا هذه الدول اغلبها يؤمنون بالفكر الاسلامي، يؤمنون بمحمد. هذه الفقره الثانيه اللي هي كانت يعني نسيت احطها، اللي هي ارقام احصاءات من بعض الدول اللي يغلب على سكان الايمان بفكر محمد وهو الدين الاسلام وتفشي جريمه التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. طيب ندخل على الفقره الثالثه، بس قبل ما ادخل على الفقره الثالثه اللي هي العقوبات لمرتكبي جريمه التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي بين بعض الدول في الفقره الثانيه مقارنه بالعقوبات في قوانين السوماليه. طبعا انا استخدمت العقوبات اللي موجوده في قوانين المزرعه اللي انا بسميها في السعوديه، وايضا العقوبات اللي موجوده في دوله مصر، وطبعا اخذت المقارنه على القوانين اللي موجوده هنا في الولايه اللي انا فيها في استراليا اللي هي نيو ساوث ويلز. خلينا نشوف اذا في اي تعليقات. احمد بدر بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا هنا في رد بيقول من نفس الشخص احمد بدر، بيقول هذا الشيء يحسب للاسلام في تحريم الزنا واللواط والعقوبات على تلك الافعال. مش هنا طبعا بالنسبه للعقوبات بالمناسبه يعني مفاجاه، ما في عقوبات في الدين الاسلامي لاي شخص بيرتكب جريمه التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي باي شكل من الاشكال، واذا كان في غالبا راح يكون القتل، وراح اثبت لكم هذا في النصوص في هذه الحلقه. فاصبر علي شويه احمد بدر، بقية المستمعين والمشاهدين عشان أثبت لكم هذا الشيء. فينا عمر العطاس بيقول هناك بعض آيات القرآن والأحاديث تنص على الضرب والاعتداء، فهل نتوقع خروج المتمسك بالدين الإسلامي بل كاره للإسلام؟ طبعا شيء بديهي، يعني لما يقول لك نص واضح يقول لك واضربوهن، يعني هذا بحد ذاته يكفي إنه يعني ما يمديك تلف الدور حول الكلمة وحول النص، واضح ضرب ضرب يعني، والخطأ خطأ يعني. أحمد بدر بيقول الإسلام أول من نص على العقوبات لتلك الأفعال عن طريق القرآن الكريم قبل قوانين الدول الأوروبية الوضعية العلمانية. طبعا ما أثبت لك أكتب يا ليت، طبعا لازم تطلع على المصادر. طبعا أنا ما قدرت بالمناسبة في مصادر نصوص القرآن أو في المصادر اللي موجودة في اليوتيوب، أنا ما قدرت لأنه اليوتيوب بيعطيك 5000 كلمة، أقصى عدد تكتب فيه في صندوق الوصف اليوتيوب لأي حلقة أو لأي بث تسويه هو 5000 كلمة، فأنا ما قدرت طبعا أحط نصوص أو المصادر اللي موجودة في نصوص كتاب القرآن اللي هي بتثبت أصلا إنه ما في عقوبات بشكل أو بآخر. لكن راح أنا أذكر هذه المصادر أو النصوص هذه أثناء البث، بس أنتظر شوية عليا. أحمد بدر بيقول سؤال، يا ريت تطالب حقوق المثليين وتحارب التحرش الجنسي، ترى التحرش أقل خطر من المثلية وتغيير الفطرة الإنسانية وعندك هذا الشيء عادي. طبعا صراحة ما أنا عارف شو يقول. يعني أنت تبرر لفكرة أو لجريمة التحرش الجنسي عشان تبغى تستقعد وتنتقص
وانك تشوف انه حقوق المثليين هذه اسوء والعن. وبعدين تسمي الفطره الانسانيه، يعني تربط الفطره الانسانيه بالدين ولا باختيار الشخص للجنس اللي هو بيؤمن فيه ويعتقده. طيب، تقدر انت ترجع لموضوع حقوق المثليين تقريبا في الحلقه اللي سويتها اليوم، ورديت فيها على الهوموفوبيك اللي هو اسمه محمد ابو تريكه، ورديت عليه وقلت له هذه حريات شخصيه، فلازم تتفرق انه من ضمن الحريات الشخصيه هي الايمان بالاديان، وايضا الايمان بالفكر المعتقد اللي انت تؤمن فيه سواء كان ديني او غير ديني، من ضمنها اللي هو يعني الفكر السياسي اللي تؤمن فيه، الفكر الثقافي الاجتماعي الجنسي او الجندري بالانجليزي اللي تؤمن فيه. هذه كلها حريات فرديه، ايش تاكل، ايش تشرب، ايش تسوي، ايش ما تسوي، هذه كلها حريات فرديه. انت لو فهمت ايش معنى الحريات الفرديه او الحريات الشخصيه نقدر بعدها نقدر نتناقش، لكن انت تختزل الحريات الشخصيه او الحريات الفرديه في الدين اقول لك انت غلطان، او في نص لكم دينكم لدين، لا انت غلطان اكيد. احمد اندرسكور كيو 22 بيقول اهلا، ريمي تصدر بتركي من جديد قناه قاعد برنامج سهل الشعب كل يوم السبت، كان برنامج جد جميل ومفيد جدا. يعني خلي الوقت يعني يكون يتغير، لكن حاليا الظروف ما تسمح للاسف، لكن ممكن مستقبلا. احمد اندرسكور كيو 22 خصوصا حلقه كل اسبوع او حلقه اسبوعيه، مثل ما قلت لك نعتذر يعني إذا كان التوقيت مش مناسب، لكن حاليا ما في هذا الوقت لأن شغال على هذا البحث. ممكن لما أسوي فترة توقف مع بداية السنة ممكن أرجع توقيت الحلقة السابقة، حلقة البرنامج الآخر اللي هو السيد الشعب، نفس التوقيت لفترة معينة، بعدين أرجع لوقتها السابق اللي هو أنا ماشي عليه حاليا. هو وفي النهاية كله على حسب الظروف. عموما إذا مرة أخرى أي أحد مشاهدين ومستمعين عنده مشاركات أسئلة استفسارات حاب يشاركها، يا ليت يترك تعليق وأنا راح أشاركها أثناء البث بين الفقرات. طيب، ننتقل الآن للفقرة. طيب، جوكو بيقول ما هي أسباب انتشار التحرش بالدول الإسلامية؟ في بعض الأسباب أنا ذكرتها، لكن في بعض الأسباب اللي أنا راح أذكرها الآن اللي لها علاقة بشكل مباشر بالدين الإسلامي وبالتحديد في الأفعال والتصرفات اللي قام فيها اللي ادعى النبوة اللي اسمه محمد، اللي أنا بسميه طبعا في البحث اللي هو القرشي. فبتكلم عليها بعد شوية، انتظر شوية يا جوجو. شكرا لك. طبعا ندخل الآن على الفقرة الثالثة اللي هي العقوبات المرتكبين جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي بين بعض الدول، اللي أنا اخترت السعودية ومصر ومقارنتها بالعقوبات في دول أخرى مثل أستراليا. طيب، نخش خلينا نشوف إيش هذه العقوبات. طبعا في السعودية في النظام في عندهم نظام اللي هو خلينا فين الشغل ايه طبعا في عندهم نظام اللي هو مكافحة جريمة التحرش الجنسي. بيقولوا يعني في النظام هذا تقدر ترجع، الرابط موجود طبعا في اليوتيوب تقدر ترجعوا له. بيقول ان عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في نظام مكافحة التحرش المادة رقم 6 الفقرة ألف هي شوف العقوبة سنتين وغرامة لا تزيد، طبعا سنتين لا تزيد عن سنتين وغرامة 100,000 ريال، أو إنه يأخذ العقوبتين في نفس الوقت. حلو. وبعدين يقول لك إنه العقوبة تصير 5 سنوات لا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة مش أكثر من 300,000 ريال، أو يأخذ العقوبتين هذه في أي حالة لما تكون جريمة التحرش الجنسي مرتبطة بالأطفال، مرتبطة إنه المتحرشين هذولا عندهم سلطات مباشرة أو غير مباشرة على الضحايا زي الأهل أو غيره، من ارتكب الجريمة كان من نفس الجنس، يعني ذكر وذكر وأنثى وأنثى مارسوا التحرش، فتكون العقوبة 5 سنين لا تزيد عنها أو غرامة مش أكثر من 300,000 أو الاثنين، أو إذا كان الضحية من ذوي الظروف الخاصة، أو كانت الضحية فاقدة للوعي أو نائمة أو ما شابهها.
أو إنه الجريمة حصلت في حالات الحوادث والكوارث والأزمات أو في أماكن الدراسة والعمل أو دور الرعاية ومراكز الإيواء. ركزوا، العقوبة 2 سنين، حلو، للتحرش الجنسي، و5 سنين في الحالات اللي أنا ذكرتها. طبعا هذه العقوبة اللي فكر فيها أصلا هي بتتناقض، في نقطة مهمة لازم أذكرها نسيت أذكرها، اللي هو هي موجودة في نفس النظام، بيقول إنه أيوه بيحطين اشتراط، يعني شوف العقوبتين هذه 2 سنين اللي هو التحرش الجنسي أو غرامة 100,000 أو 5 سنين في الحالات اللي أنا ذكرتها مع ليس وغرامة ليست أكثر من 300,000، حاطين عليه اشتراط المادة رقم 6 الفقرة ألف من نظام مكافحة التحرش الجنسي. بيقولوا في الاشتراط هذا إنه هذه العقوبة لا تتعارض مع أحكام دين الإسلام، يعني مع الاشتراط بأن هذه العقوبة لا تتعارض مع أحكام دين الإسلام أو أي عقوبة أكثر تشددا ذكرت في أنظمة أو ذكرت في أنظمة أخرى. طبعا أحكام دين الإسلام ما في هذه العقوبات، ما في عقوبات واضحة وصريحة في نصوص كتاب القرآن يعني تعاقب بشكل واضح ورادع للمتحرشين جنسيا والمعتدين جنسيا، ما في. بالمناسبة بحثت ودورت ما حصلت للأسف. طيب هذه العقوبة اللي موجودة في نظام مكافحة التحرش أصلا بتتعارض مع عقوبة أخرى في نظام آخر. إيش هو النظام هذا؟ اللي هو المادة رقم 3 الفقرة رقم 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، اللي هو في فقرة كده حاطينها، فقرة رقم 5 المادة رقم 3، بيقولوا إنه عقوبة سنة واحدة فقط لا تزيد عنها، أو غرامة تقدر بنص مليون ريال، أو إنه ينال العقوبتين معا. لمين؟ للناس اللي بتشهر، يعني انت بتمارس التشهير عشان تضر الاخرين، هذه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في نظام بن سعود. المادة رقم 3 رقم الفقرة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، اللي هي بتجرم التشهير للإضرار بالآخرين ومضرتهم. عيش عقوبتها سنة لا تزيد عنها، أو غرامة تقدر بنص مليون، أو العقوبتين معا. يعني الآن عندنا في المزرعة وحوادث التحرش عد واغلط، لما تيجي أنت تبلغ عنها وتنشرها في السوشيال ميديا الحكومة بتعاقبك، يعني حتى لو اعتقلت المتحرش المجرم واللي ارتكب الجريمة هذه وعاقبته، حتعتقلك أنت اللي صورت ونشرت. ليش؟ لأنك أنت ارتكبت جريمة اللي هي جريمة التشهير. يعني زي ما بيقولوا يا زيت ما غزيت، تبى تكافح التحرش في نفس الوقت انت تجرم وتعاقب الشخص اللي فضح هذا المتحرش او هذه المتحرشة. شفت اللعبة فين؟ شفتوا الهبل فين موجود؟ هذه هي القوانين الموجودة عندنا في المزرعة. نشوف ايش اللي صاير في مصر. طبعا في مصر في قانون، طبعا القانون اللي اخذت الخبر انا من صحيفة الوطن المصرية، طبعا اللي تكلم عنه اللي هو اسمه يوسف في 2021، الخبر تقريبا ما له 3 شهور، انه عقوبة المجرمين المتحرشين جنسيا التي تم التعديل عليها في صحيفة الوطن المصرية للمجرمين اللي بيرتكبون التحرش الجنسي كما نصت عليها المادة 306 ألف مكرر، بأن تكون العقوبة إما أقصاها 4 سنوات ولا تقل عن 2 سنين، وغرامة تصل حتى 200,000 جنيه ولا تقل عن 100,000 جنيه أو الاثنين معا، سواء كان عن طريق الفعل أو القول أو باستخدام أي وسيلة كانت، سواء سلكية أو لا سلكية، أو التعرض للناس من الأماكن العامة أو المطروقة أو الخاصة، وذلك من خلال القيام بأفعال أو تلميحات أو إيحاءات إباحية أو جنسية. وهذا تعديل جديد لقانون التحرش الجنسي والتعرض للغير رقم 58، وصدر عام 1937. أيضا أنه التحرش الجنسي والتعرض للغير أصبحت جريمة بدلا من أن تكون جنحة،
طبعا هذا كله في التعديل الجديد اللي صدر تقريبا قبل كم شهر، تقريبا قبل شهرين في اغسطس 2021. الخبر موجود او المصدر موجود في اليوتيوب او في صندوق الوصف اليوتيوب. بعدين يكمل الخبر يقول انه في حالة تكرار جريمة التحرش الجنسي فتكون العقوبة كما في المادة 306 باء مكرر، هي اما لا تقل عن 5 سنوات سجن او غرامة لا تزيد عن 300,000 جنيه او تقل عن 200,000 جنيه او الاثنين معا، لا تزيد عن 300,000 او تقل عن 200,000 جنيه او العقوبتين عن 5 سنين او الرينج بين 200,000 و 300,000 جنيه في نفس الوقت. أما إذا كانت الجريمة اللي هي التحرش الجنسي عن طريق الاستغلال الوظيفة والعائلة والدراسة فالعقوبة تكون أقلها 7 سنوات سجن وغرامة لا تزيد عن 500,000 أو لا تقل عن 300,000 جنيه مصري أو الاثنين معا، يعني سجن وغرامة. هذه في دولة مصر. حلو، طيب خلونا نقارن هذه العقوبتين الموجودة في مصر. طبعا 7 سنين هذه ولا شيء، كلام فاضي. يعني اذا اخذ 7 سنين طبعا ما في حد يعني مدى الحياه 20 سنه، ما في، يقول لك اقل شيء 7 سنين، يعني غالبا بياخذ 7 سنين. شوفوا هذه العقوبات الموجوده في الانظمه اللي هي المستعوده او السعوديه بين قوسين او في الانظمه المصريه، وقارنوها باللي انا هقوله بعد شويه في القوانين الاستراليه، او على الاقل القانون الاسترالي اللي انا بستخدمه. طبعا خليني اذكر المصادر اللي انا اخذت منهم، يعني القوانين اللي موجوده في المزرعه وايضا اللي في مصر. طبعا في المزرعه اخذتها من موقع اسمه هيئه الخبراء بمجلس الوزراء اللي هو فيها كل الانظمه السعوديه، تقدر تطلع عليها، والرابط موجود في نصوص في صندوق الوصف في هذه الحلقه. وايضا بالنسبه لمصر اخذتها من اللي كتبها اسمه يوسف، اسمه الاخير، بس من صحيفة الوطن المصرية، تقدر ترجعوا لها وتشوفها وتشوفوها. طيب بالنسبة لأستراليا، طبعا أنا أخذت من أكثر من مصدر. واحد المصادر هذه اللي هي الجدج كوميشن أوف نيو ساوث ويلز، اللي هو اللجنة القضائية بولاية نيو ساوث ويلز، وأيضا ويمنز ليجل سيرفيس اللي هو القوانين النسائية أو خدمة النساء قانونيا بولاية نيو ساوث ويلز، وأيضا من شركة عندها موقع في النت خاصة اسمها سيدني كريمينال لويرز اللي هو المحامين الجنائيين بمدينة سيدني. طبعا أنا أعطيك الترجمة. وفي كثير من المواقع يعني تتكلم عن هذه الأنظمة، لكن أخذت كمثال يعني من هنا ومن هنا ومن هنا. طيب ايش العقوبات اللي موجوده في استراليا؟ شوفوا واسالوا نفسكم، هل العقوبات يعني فعلا بتردع جرائم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي ولا لا، مقارنه بالعقوبات الموجوده مثلا عندنا في المزرعه اللي بين قوسين السعوديه او مصر. طبعا قانون الاعتداء الجنسي اللي يشمل ايضا جريمه التحرش الجنسي تكون عقوبتها مغلظه جدا، طبعا هذا في استراليا. على سبيل المثال ولايه نيو ساوث ويلز، الولايه اللي انا قاعد فيها، بناء على الفقرة 61 كي في قانون الجرائم الصادر عام 1900 ميلادي والمختص بجرائم الاعتداءات الجنسية، بأن من يلحق، بس أنت بتلحق الأذى أو تهدد بإلحاق الأذى على الشخص الآخر بأي وسيلة كانت وبشكل متهور وقبل 15 فبراير من عام 2008 بشكل ضار وبنية ممارسة الجنس، فإنه يعرض نفسه لعقوبة 20 سنة سجن. 20 سنة سجن اللي بيحاول، اللي بيلحق الأذى ضد الطرف الآخر أو يهدد، أو يهدد بإلحاق الأذى للطرف الآخر بأي وسيلة كانت بشكل متهور بشكل ضار وبهدف أو بنية ممارسة الجنس، عقوبة 20 سنة. طيب عقوبة الجنس بدون موافقة مع علم الشخص بأن الطرف الآخر لم يوافق على ذلك كما في المادة 61 آي، هي السجن 14 سنة. يعني لو أنت مارست الجنس مع شخص هو مش موافق وأنت عارف إنه هذا الشخص مش موافق، هتنسجن 14 سنة. طبعا كلها فيها حالات وفيها ظروف وفيها هذا، يعني ممكن تكون 14، ممكن تكون 20، ممكن تكون حتى مدى الحياة، كله يعتمد على الظروف.
ونفس العقوبة اللي هي 14 سنة ينالها الشخص إذا ارتكب جريمة، شوف الجريمة، محاولة ممارسة الجنس بدون موافقة، كما في المادة 61 جي. أنت بس بتحاول إنك تمارس الجنس مع طرف آخر مش موافق، هذه عليها سجن 14 سنة، كأنك أنت ارتكبت جريمة الجنس بدون موافقة، أو بدون موافقة الطرف الآخر، مع علم الشخص بأنه هو مش موافق. طبعا هذا التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي في أستراليا. طيب إيش هي عقوبة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال؟ طبعا أنا أخذت مثال، طبعا لأنها مقسمة أقل من 10 سنين، في من 10 ل 16 سنة، في من 16 ل 18 سنة، ومن هذا، بس أنا أخذت الأطفال دون العاشرة من عمره. ليش؟ لأنه هذا له علاقة مباشرة ب محمد، اللي طبعا كلنا عارفين انه تزوج عائشة وهي قاصر، ويعتبر هذا اعتداء جنسي ضد الاطفال بالمناسبة، وهي عمرها 9 سنين، تزوجها 6 ودخل بها 9. طبعا في القانون الاسترالي في نيو ساوث ويلز، في الولاية اللي انا فيها، بيقول الفقرة 66 اي من قانون الجرائم اللي صدر عام 1900 ميلادي، فان اقصى عقوبة ينالها من يمارس الجنس ضد الاطفال باقل من عمر 10 سنوات هي السجن مدى الحياة. سواء طبعا ما في في هذه الحالة ان هي حتوافق ولا ما حتوافق، سواء وافقوا الاهل ولا ما وافقوا. طبعا هذه من عندي الكلمة، لكن القانون نفسه بيقول اقصى عقوبة ينالها من يمارس الجنس ضد الاطفال بأقل من عمر 10 سنوات هي السجن مدى الحياة. سجن مدى الحياة. هل في عقوبة مثل هذه مثلا عندنا في المزرعة بين قوسين السعودية ولا مصر، ولا حتى في نصوص كتاب القرآن؟ لا طبعا ما في. حنشوف النصوص موجودة، داخلين على النصوص الآن وحنشوف. طيب هندخل الآن على الفقرة اللي بعدها، الفقرة دي خلصت وأعطيتكم أنا مقارنة بين العقوبات اللي في أستراليا، عقوبات بتخلي الواحد يفكر مليون مرة إيش ممكن يصير لو الشخص الثاني بلغ عليه. خلاص جيم أوفر زي ما بيقولوا. الفقرة الرابعة، خلينا نشوف لو في أي أسئلة أو استفسارات. طبعا ما في أي أحد يعني عنده أسئلة استفسارات حاب يناقشها يطرحها، أو أي مناقشات حاب يطرحها، يقدر يتركها على اليوتيوب او تويتر. انا بحاول اشوف اذا في تويتر، وانا اشارك، او حتى صفحة الفيسبوك اقدر اشاركها معاكم ونتناقش فيها. ندخل الان على الفقرة رقم 4، لماذا لا تذكر نصوص كتاب القرآن عقوبات واضحة مرادعة لمرتكبي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي؟ هل محمد على سبيل المثال يعني احد مرتكبيها في زمنه؟ طبعا خلينا نشوف ايش انا كتبت او ايش طلعت بنتيجة البحث. طبعا انا اخذت المصدر نصوص كتاب القرآن. نصوص كتاب القرآن. طيب خلونا نشوف ليش ايش يعني هذكر لكم انا النصوص، حلو، وبعدين نسأل نفسنا ونبدأ نتناقش هل في عقوبات ولا ما في عقوبات، وإذا في إيش طبيعتها، وإذا التحرش الجنسي إيش شكل التحرش الجنسي اللي موجود، يعني إيش شكل من أشكال التحرش الجنسي اللي أنا ذكرته في بداية الحلقة تم ممارسته أو يمارس، أو إنه بيمارس بشكل يعني كثير، أو كان ممارس بشكل كثير في زمن محمد، أو حتى محمد بالمناسبة مارسه يعني. طيب نخش أول نص على سورة آل عمران، رقم السورة 3، النص رقم 135، بيقول فيه القرشي بين قوسين 2013، لأن نسخة القرآن اللي معايا صدرت في عام 2013 اللي هو تقريبا 1435 بالهجري. إيش بيقول في النص هذا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. طبعا الفاحشة هنا لو نفترض، يعني خلينا نتناقش، لو نفترض انه هذه الفاحشة هي التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي، ايش العقوبة يا محمد؟ ظلموا انفسهم، سوري، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. ويا شر ما دخل، يا زاد ما دخلك شر.
ايش رايكم؟ يعني لو سويت هذه الفاحشه، افترض انه هذه الفاحشه اعتداء جنسي او تحرش جنسي، بس بعد انت استغفرت وتبت، ويعني وما صريت على هذا الفعل، يعني ما بيتكرر هذا الفعل، وانك انت عارف انك ما راح تسوي هذا الشيء، خلاص يعني خليها مستوره زي ما بيقولوا، وربك بيغفر ذنوبك. هذه عقوبه؟ انا ماني فاهم، هل هذه عقوبه يا محمد؟ هل هذه عقوبه يا مسلمين يا اتباع محمد؟ يعني يا ليت. طبعا انا هنا بفترض كلمه فاحش على انها تحرش جنسي او جريمه تحرش جنسي او اعتداء جنسي. طيب نخش على في نصوص كذا في سوره انا بعتبرها سوره الدعاره، مع احترامي يعني للناس اللي بتؤمن بمحمد فكره، والناس اللي بتؤمن الدين الاسلامي وبتقدس القران وتشوف ان الكتاب يعني مقدس، انا اعتبر هذه السوره صراحه اعتبرها سوره الدعاره. في اول تقريبا 33 نص من هذه السورة بتتكلم عن الجنس وعن التحرش الجنسي وعن يعني المشاكل اللي موجودة في المجتمع في زمن محمد، المشاكل الجنسية يعني التحرش الجنسي اعتداء جنسي وغيره موجودة كلها مختزلة في هذه النصوص. هذه السورة عارفين ايش اسمها؟ سورة النور، اللي طبعا هي سميت سورة النور لأن النص على طول اللي هو رقم 34 أو 35 بيقول الله نور السماوات والأرض كمثل نوره، يعني مش كاتب فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، يعني الكلام الحكاياتي يعني والحكواتي اللي تعرفه. لكن أول 33 نص كلها بتتكلم عن مشكلة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي اللي موجود في زمن محمد. بالله هذه بتسموها سورة النور ولا سورة، مع احترامي الشخصي يعني للجميع، الدعارة؟ شيء صراحة وانا اقرا الصورة دي والله انقرفت. انقرفت يعني من جد انقرفت. شوفوا النصوص حلو اللي موجودة في سورة النور، عندك النص رقم 19، طبعا رقم السورة اللي هي سورة النور 24، عندك النص رقم 19، شوف ايش بيقول. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، نشوف في عقوبه ولا ما في، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يا سلام على العقوبه الحلوه دي. طبعا برضه نحن نفترض ان الفاحشه هنا اللي هو التحرش الجنسي واعتداء جنسي باي شكل من الاشكال، هل في عقوبه في النص هذه اللي هي رقم 19؟ وهل العقوبه انه لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون؟ ايش طبيعه العذاب الاليم في الدنيا؟ انا ماني فاهم يعني. اذا ما في نص واضح بيعطيك عقوبه واضحه لهذه الجريمه او لمرتكبي هذه الجريمه، لو افترضنا انه الفاحشه هي التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، او جريمه الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي. نفس السوره النص رقم 23 و24، شوفوا ايش بيقول. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نفترض إن اللي بيرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اللي هو التحرش الجنسي عن طريق الألفاظ الجنسية أو العبارات الجنسية، إيش عقوبتهم يا محمد؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه عقوبة ولا هذا يعني تهديد ولا هذا يعني محاولة لردع مرتكبي هذه الجريمة؟ ما في عقوبة، فين العقوبة؟ كيف أنت تبي تنهي المشكلة وتيجي تقول للناس هذه تراكم ملعونين في الدنيا والآخرة؟ بيدخلها من هنا ويخرجها من هنا يعني بكل سهولة. وبعدين تبي تزيد يعني تبي تخوفهم اكثر، تقوم تزيد الطين بله وتقول لما تشهد عليهم السنتهم وايديهم ورجلهم ما كانوا يعملون. بيضحكوا من وراك يا محمد صراحه، يعني ما في اي عقوبه واضحه هنا، كله كلام فاضي. معليش مع احترام الشخص لكم، لكن ايش اللي لعنه في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم؟ فين اودي هذه؟ فين تنحط بالعقل؟ عندك برضه في نفس السوره اللي هي النور النصوص من 30 حتى 33. طبعا النص الاخير مره طويل وعلى الفاضي بالمناسبة، لكن خلينا أقول لكم إيش هو هذا النص، إيش بيقول.
اللي هو من 30 ل 33، طبعا نص 32 هذه ما ذكرتها فدخلت على طول على اللي بعده، بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، طبعا هذا واضح انه كان في شكل من اشكال التحرش الجنسي او جريمه التحرش الجنسي موجوده في زمن محمد، اللي هو التحديق، اللي هو يغضوا من ابصارهم، واضحه جدا انه في تحرش جنسي موجود في زمن محمد وناس من اتباع محمد يعني بالمناسبه، لأن الخطاب موجه للمؤمنين، من هذول المؤمنين هم أتباع محمد، بيقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كيف نعرف إنه في هذه المشكلة؟ لأنه بعدها قال ويحفظوا فروجهم. ما بقول لكم إنه هذه السورة المفترض ما بتسمى بالنور، بتسمى بسورة الدعارة، مع احترامي يعني الشخص اللي كل الناس اللي بتؤمن بفكر محمد. لكم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هيشوف تعال شوف الفلسفة لما نيجي يخاطب المؤمنات اللي هم النساء اللي آمنا بفكر محمد في زمن محمد. النص على طول بعد رقم 31 بيقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، يعني على أساس إنه ما في زين عند الرجال ما هي مشكلة. بيقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني ازواجهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او ابناء اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ملكة ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. طبعا ما في اي عقوبه. معناته انه التحرش الجنسي او جريمه التحرش الجنسي في زمن محمد كانت تمارس من قبل الذكور والاناث على السواء. والبصبصه، طبعا هذه مره بالعاميه السوقيه جدا الشوارعيه، البصبصه او التحديق بطريقه شهوانيه وجنسيه كانت منتشرة بشكل فظيع جدا في زمن محمد وموجودة في هذا النصين بشكل واضح. لما يقول لك غض بصرك واحفظ فرجك معناته انه في ازمة كانت تصير في زمن محمد، لكن محمد لا في عقوبات ولا في اشياء بتردع الناس دي، لا. وقام يزيد الطنبل على النساء لانه هو يعني غيران يعني زي ما بيقول مرة على النساء على اساس يعني. طبعا النص رقم 32 الظاهر بيتكلم عن وانكحوا الأيامة من يعني وغير الى نهايه النص. بعدين نشوف النص اللي بعد اللي هو رقم 33 عشان نعرف في النهايه هل في عقوبات ذكرها نصوص كتاب القران ولا ما هي موجوده. ايش بيقول هذا النص؟ رقم 33 من نفس السوره اللي هي النور رقم 24، بيقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم. طبعا هنا بيثبت مما ملكت ايمانكم يعني كانوا في عبيد بالمناسبه، مع ان الموضوع خارج عن يعني اطار العبوديه ولا الجواري والناس هذه او الرق، لكن بس اذكركم مما ملكت ايمانكم يعني كان في سيدنا محمد في جوار وفي عبيد وفي يعني موالي وغيره. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طبعا هذا الشق الأول. الشق الثاني شوف ايش بيقول عشان نعرف، خصوصا من الشق الثاني عشان نعرف في عقوبات ولا ما في لجريمة التحرش الجنسي اللي كانت في زمن محمد أو الاعتداء الجنسي اللي كانت في زمن محمد. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البغاء اللي هو الزنا أو يعني اللي هي الدعارة، يعني تجبرها انها تمارس الجنس يعني غالبا. طبعا النص هنا بيتكلم عشان الفقر وما الفقر. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. بالمناسبه بنوه على كلمه، طبعا انا ضد كلمه او فكره الزنا اللي موجوده في الدين لانها اصلا يعني تدخل في حريات الاشخاص يعني بشكل فظيع جدا. فأنا ضد كلمة الزنا، فلما ذكرتها ما كنت أقصدها بالمعنى اللي موجود في الدين، لأنه هذا تعدي أصلا على حريات الأشخاص والحريات الفردية عموما. البغاء هنا اللي أقصد فيه اللي هو يعني الدعارة. ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن. شوفوا اللي بيجبر فتياته على ممارسة الدعارة أو الجنس
بالإكراه بالقوة. طبعا هذا ارتكب جريمة. إيش هي الجريمة دي؟ اللي هو الاعتداء الجنسي والتحريض عليهم. شوف إيش العقوبة: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يا سلام على العقوبة هذه. أنا ما نعرف هل هذه عقوبة ولا يعني يعني ترسيخ وتحريض من محمد لممارسة الاعتداء الجنسي والاغتصاب الجنسي ضد النساء بهذه الطريقة. إنه كأنه بيقول لهم، يعني بيقول للنساء هذولا اللي هم الفتيات اللي تم إجبارهم على ممارسة الجنس، إنه لا تخافوا، هم ارتكبوا الجريمة هذه، أوكي، طبعا ما في عقوبة ولا شيء، بس أنتوا ضحايا لهذه الجريمة. طبعا أنا ما أقدر أقتص منكم لأنكم نساء، فربنا بيغفر لكم. هذه عقوبة؟ أنا أسألكم الآن، هل هذه عقوبة؟ طبعا هذه مش عقوبة أكيد، هذه واضح التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي اللي كان منتشر بشكل فظيع جدا. محمد طبعا ما كان عنده وقت عشان يعني ينهي المشكلة هذه، يعني حتى بعقوبة واضحة ورادة عشان ينهي المشكلة هذه من ألف لياء ولا شيء. ليش؟ يعني يا إما إنه هو مشغول مع زوجاته، أو إنه يعني أغلب وقته كان بيحارب، كان بيغزو، كان بيدور على فلوس، فعشان كده ما كان فاضي لهذه المشاكل المنتشرة يعني اجتماعيا في المكان اللي هو كان عايش فيه وكان يحكم فيه يعني بالنظام الدكتاتوري، لأن كل السلطات الثلاثة كانت بيده. أنتوا يا النساء أو الفتيات اللي تم إجباركم بالقوة على ممارسة الجنس اللي هي اعتداء جنسي، طبعا أنتوا ضحايا، لكن ربنا بيغفر لكم. طب والرجال اللي هم أجبروهم على الممارسة هذه، إيش فين توديهم؟ إيش تسوي فيهم يا محمد؟ ولا الهوى. طيب، عندك نص رقم 58 في سورة الأحزاب رقم 33. طبعا أنا لما أقرأ النصوص هذه طبعا يعني بحس بالقهر، بالقهر، لأنه يعني جريمة زي هذه تمر عليك مرور الكرام، وأنت خاتم الأنبياء وخلق من عظيم وبتاع كله، في النهاية ما في أي عقوبة؟ على الأقل بتردع الناس اللي بتؤمن بفكرك. شوف إيش بيقول محمد في سورة الأحزاب رقم 33 النص رقم 58. شوفوا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نفس الشيء، ما في عقوبات. طبعا نحن نفترض أن الأذية هنا اللي هي ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بكل أشكاله. إيش فيهم يا محمد؟ هذول اكتسبوا سوري، هذول احتملوا بهتان واثم مبين، بس 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 بس. حتى كفاره ما في، بالمناسبه كفاره ما في. شيء يقهر صراحه، شيء يقهر. عندك نفس السوره الاحزاب رقم 33 بس بنصوص من رقم 60 ل 62. شوف ايش بيقول محمد، بيقول: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. شوف العقوبة هنا ايش بيستخدم فيهم: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد، ولن تجد أكيد طبعا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني أنت تبقى، نفترض هنا المنافقين والمرجفين المدينة اللي منتهي طبعا لها علاقة بالأذية، ولا نفترض ان لها علاقة بالأذية وبالتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، يعني غير انهم ملعونين يعني بتاخذهم وتقتلهم تقتيل، يعني هل هذه عقوبة انت اصلا مارستها يا محمد في زمنك ضد الناس هذه اللي مارسوا جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي؟ طبعا نحن خلينا ناخذهم على قد يعني عقولهم ومستواهم وفهمهم لفكره التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، اللي هي فكره الفاحشه والاذيه، اللي هي الان نحن يعني موضحينها اكثر، والانسانيه وضحتها اكثر في هذا الزمن على انها هي تحرش جنسي واعتداء جنسي. في زمن محمد ناخذها على انها كانت فاحشه واذيه. هل تم تطبيق عقوبه القتل ضد الناس دي؟ ولا كل الهرجة احتملوا بهتانا وإثم مبينا؟ أنتوا الضحايا،
ربك غفور رحيم. المجرمين لو استغفروا ربهم يعني ربنا يعني هو اللي بيغفر الذنوب، فيعني خلاص عديه على خير. طبعا اكيد ما مارست، لكن انت هنا بتحرض على القتل ضد الناس هذه، وهذه جريمة اصلا ضد الانسانية بحد ذاتها، يعني هي جريمة بحد ذاتها لانها ضد الانسانية. طيب نشوف عندك عقوبة أخرى موجودة في سورة المائدة رقم 5، النص رقم 33 و34، بيقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. نفترض إنه السعي في الأرض هنا بالفساد برضو من ضمنها جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي أو الفاحشة أو الأذية في زمن محمد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. إلا ركز، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني لو ما لحقتوا عليهم يعني زي ما بيقولوا إيش، فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني هم بيتوبوا، يعني هم خلاص، يعني هم خلاص عرفوا بيتك وعرفوا أنك أنت مجرم، ويعني بيتسع في الأرض فساد. حلو، والفساد هذه نفترض انها فاحشه واذيه في زمن محمد بعقل وفكر او بعقليه محمد والشله والناس اللي كانوا معاه. وصلوا لبيتك انت قلت انا تبت، انا استغفر الله انا تبت، خلاص ما بدك تسوي شيء، ما تقدر تقتله، ما تقدر تقطع يده وارجله من خلاف، ولا تقدر تنفيه من الارض. نقول لك ايش؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني حاجة زي الفل. طبعا again مرة أخرى نفترض أنه السعي في الأرض الفساد اللي هي الأذية والفاحشة اللي الآن تفهم الآن من ضمنها اللي هي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، هل هم يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وينفوا من الأرض، ولا إذا هم تابوا خلاص ما يطبق عليهم هذا الشيء وربك يعني غفور رحيم خلاص تابوا؟ طبعا هذه فين توديها؟ فين تحطها؟ طيب نشوف نص آخر عشان تعرفوا ليش محمد لم يضع نصوص واضحة أو عقوبات واضحة أو أحكام أو تشريعات واضحة عشان ينهي. طبعا العقوبات هذه واضحة ورادعة عشان ينهي مشكلة أو جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، أو في مفهوم محمد اللي هي الأذية والفاحشة ونشر الفساد أو السعي في الأرض بالفساد. في نص أنا راح أقول لكم هو الآن ذكر فيه يعني بشكل واضح ورادع لإحدى الجرائم اللي كانت موجودة في المجتمع، ويعني أنهاها بشكل أو بآخر، لكن في جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي ولا الهوى. هذا الحد اللي هو موجود في سورة المائدة رقم 5 النص رقم 38، شوفوا ايش بيقول بشكل واضح وبعقوبة تعتبر رادعة اصلا هي ضد الانسانية، يعني لكن على الاقل عقوبة واضحة وتنهي مشكلة تنهي مشكلة اجتماعية كانت موجودة منتشرة في زمن محمد. ايش النص بيقول؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله يعني عقوبة من الله والله عزيز حكيم. هذه العقوبة اللي هي على جريمة السرقة طبعا واضحة بغض النظر عن الأسلوب اللي هو وحشي أصلا وضد الإنسانية، لكن العقوبة لجريمة السرقة في زمن محمد واضحة جدا. ليش ما في عقوبة واضحة للناس اللي يعني بتمارس أو ارتكبت أو بترتكب جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي؟ وإذا أخذناها بمفهوم زمن محمد على إنها الأذية أو إنها السعي في الأرض الفساد أو إنها الفاحشة أو إنها الغض من البصر وحفظ الفروج، ليش ما في هذه العقوبة؟ عشان كده بنرجع مرة ثانية وأسألكم مرة ثانية وأقول لكم: هل محمد أحد مرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في زمنه؟ طبعا مقارنة بالنصوص اللي أنا ذكرتها قبل شوية، الإجابة هي نعم، في نظري على الأقل الإجابة هي نعم. هندخل الفقرة الخامسة الآن اللي هي نصوص كتاب القرآن والأحاديث اللي تثبت بأن محمد متحرش جنسيا ومعتدي جنسيا.
طبعا هنا الاثباتات اللي بتثبت هذا الشيء. بس قبل ما ندخل، اول شيء اذا في اي تعليقات او اي مشاركات، في انا شايف هنا كم تعليق في اليوتيوب، من واحد اسمه ناصر اندرسكور 75 بيقول، اهلا فيك ناصر، بيقول سؤال امين، هل حياتك حاليا باستراليا ممتعة وانت سعيد فيها؟ ولو افترضنا ان النظام سقط، هل راح ترجع تعيش مرة اخرى بالسعودية؟ ارجو الاجابة بصراحة. طبعا الحياة هنا في استراليا، الموضوع مش له علاقة بالمتعة او بالسعادة او من هذا القبيل، بقدر ما انه اللي انا يعني اكتشفته هنا في هذه الدولة في استراليا، انه انا قاعد اعيش اللي انا شايفه الان وقاعد اعيشه، قاعد اعيش كاني انسان مثل اي انسان اخر وانسانة اخرى موجودة في استراليا. لي نفس الحقوق، لي نفس الواجبات، ولي نفس الحريات مثل من الاخرين لهم نفس هذه الحقوق والحريات والواجبات. طبعا مقيدة بانك انت ما تضر الاخرين، بمعنى تضر الاخرين انه يعني تآذيهم يعني بأي طريقة، او يعني يعني تمارس بعض الجرائم او الاخطاء بحقهم. طبعا هذا مش بيضمن، او سوري، مش بيشمل اللي انا بسويه، لان انا بسويه شغل اكاديمي بحت، وحيزعج بعض الناس وبعض مشاعر الناس سواء في استراليا او غير استراليا، لكن هذا ما يعتبر اصلا جريمة، او ما يعتبر انه يعني خطأ انا برتكبه، لان انا بتكلم على شيء واقع، بتكلم على شيء موجود وقاعد احاول اوضحه وابينه وانشر الوعي بسببه، فما بتعتبر جريمة. طيب الشق الآخر يقول، لو افترضنا إنه النظام سقط، هل راح ترجع تعيش مرة أخرى بالسعودية؟ الإجابة بصراحة، طبعا هو يعتمد على سقوط النظام، يعني سقط النظام جاء نظام آخر يعتمد هذا النظام يعني ديمقراطي، بيتعامل مع الإنسان والإنسان على إنه إنسان وإنسانة بالدرجة الأولى بالدرجة الأساسية، ولا لا؟ هل هو نظام ديكتاتوري، نظام ديني بس بيستخدم الديمقراطية والعلمانية يعني أبو نصكم زي ما بيقولوا تحت إطار الدين؟ طبعا هذا كله يعتمد على الظروف، فما أقدر أقول لك لا على طول هرجع وخلاص انتهت الحكاية. لا، البلد لازم تكون يعني، عشان أنا أرجع للمزرعة اللي هي بلدي اللي هي السعودية بالمثال، يعني لازم البلد هذا على الأقل تكون زي أستراليا أو مثلا زي كندا أو أمريكا أو بعض دول أوروبا، غير كذا أنا ما أقدر أرجع. ليش؟ لأنه هذه الدول، أستراليا، كندا، أمريكا، بعض دول أوروبا اللي خصوصا الدول الغربية، دول أوروبا الغربية، لما تيجي تتعامل مع الشعب أو تتعامل مع الإنسان أو الإنسانة، ما بيتعاملون معاهم على إنه الحكومات أقصد اللي اختارهم الشعب، ما بيتعاملون معاهم على أساس إنك أنت تؤمن بديني ولا ما تؤمن بديني، هل هي تؤمن بديني ولا ما تؤمن بديني، يتعامل معهم على انه انت وانت انسان وانسان بالدرجه الاولى، بغض النظر عن دينك، عن شكلك، عن لونك، عن عرقك، عن اسمك، عن اي كان. هذا كله كوم، وما يهمنا، اللي يهمنا انك انت وانت انسان وانسانه، احنا بناء عليه نتعامل عليه، يعني نتعامل معك ونستخدم القانون بناء على هذا المبدأ اللي هو انك انت انسان وانك انت انسانه. غير كذا هيكون صعب جدا ان نرجع على الاقل في الوقت الحالي. اتمنى اكون جاوبت يعني على سؤالك، لكن هذه هي الاجابه اصلا، يعني سواء عجبتك ولا ما عجبتك، لكن هذه هي الاجابه، ورجعتي يعتمد على الظروف. عموما انتقل لسؤال اخر من نفس الشخص، بيقول، هدف هذا السؤال تبين الحقيقه لمن هم بالداخل، لان تجربتي سيئه جدا وانخدعت من الحياه والجحيم اللي انا فيه حاليا، ارجو تصارح الناس بتجربتك الخاصه. هذه تجربتي الخاصه، انا ما اعرف انت يعني كيف انت تواصلت مع الناس، لانه العلاقات اللي انت بتبنيها في البلد اللي انت عايش فيه بيلعب دور كبير. يعني مثلا اقول لك، لما انت تيجي مثلا في دوله زي استراليا بتختلط بالعرب، يعني هذه انت حترتكب يعني جريمه بحقك وخطا بحقك، لانك انت اصلا طلعت من مجتمع يعني متخلف، والمجتمع هذا يعني بيتكلم بنفس لغتك وعنده نفس ثقافتك ونفس لغتك ونفس كل شيء، تيجي هنا تحتك بيهم، طبعا بالمنطق يعني راح يستغلوك، راح يأذوك، راح يضيقوا عليك، راح وراح وراح، يعني ما تقدر تثق فيهم بنسبة كبيرة.
لكن لو انت تواصلت مثلا مع لو انت مثلا افترض انك انت لاجئ او انك بتقدم على اللجوء او طالب لجوء، تروح المنظمات الحقوقيه والمنظمات الانسانيه، هم اللي بيساعدوك، هم اللي بيوقف معك، هم اللي بيوجهوك، هم اللي بيساعدوك كيف البلد دي ماشيه وكيف تفهم البلد دي وايش اللي صاير فيها وايش اللي ما هو صاير فيها. لكن تحتك مع ناس من نفس جنسك بيتكلمون بنفس لغتك، يعني لازم تكون حذر. فانا اتوقع انك انت عانيت من هذا الشيء بسبب الناس اللي بيتكلمون معك بنفس لغتك وضمنتهم، يعني ممكن كان بسبب اللغه او شيء من هذا القبيل. لكن لو انت استقليت بنفسك، كنت بنفسك وعشت بنفسك واحتكيت بالمنظمات الحقوقيه والانسانيه، يعني خصوصا الناس هذه اللي يعني اللي جايه يعني جديده على الدول الاجنبيه والغربيه، يحتك بهذه المنظمات، لان هذه المنظمات هي اللي راح تساعدهم كثير. هذه المنظمات الحقوقيه والانسانيه عندها برامج بتساعد المهاجرين واللاجئين وطالبين اللجوء وتخليهم يعني ينخرطوا مع المجتمع اللي هم عايشين فيه. هم عارفين العقبات، عارفين المشاكل، وعارفين الصعوبات اللي انت بتواجهها. يعني مثلا تبي تتعلم اللغه الانجليزيه، هم اللي راح يساعدوك، يخلوك تدخل معهد اللغه وما تدفع ولا ريال. تبي تكمل دراستك الجامعيه بيساعدوك ولا تدفع ولا قرش، او ممكن تاخذ لا يعني يساعدوك، ممكن يساعدوك بطريقه ثانيه، تاخذ قرض من الحكومه بعدين تسدده. تبغى وظيفه يساعدوك يهلوك عشان تقدر تحصل وظيفه. يعني تبغى اي شيء، سكن، اكل، بيت، اي شيء يساعدوك يشوفوا لك بيت وسكن معاه. لكن هذا الشيء ما بيصير. يعني غالبا غالبا يلعب الدور سببين، دور الدين ودور اللغه. وايضا سبب اخر اللي هو دور الجرأة. يعني خصوصا الناس اللي عندنا في المزرعة ما عندها هذه الجرأة انها تسوي هذا الشيء. فهذا الشيء يعني اللي انا يعني اتوقع انه هو موجود. عموما نرجع الان، يعني هذه الاسباب الموجوده اللي بيعانوا منها العرب اللي جايين جدد، يعني مهاجرين او لاجئين او طالبي لجوء في الدول هذه الغربيه مثل استراليا، كندا وغيره. نرجع الموضوع الاخير اللي هو الفقره الخامسه والاخيره، اللي هي اذكر مشاهدينا المستمعين اي احد عنده اسئله استفسارات يقدر يطرحها وراح اشاركها. الفقره الاخيره اللي هي الفقره رقم خمسه، اللي هي بتقول نصوص كتاب القرآن والأحاديث التي تثبت بأن محمد متحرش جنسيا ومعتدي جنسيا. معليش على الموضوع أو عنوان الفقرة، لكن هذه هي الحقيقة، لازم أنا أثبتها ولازم أنا أبينها بهذه المصادر. طبعا الأحاديث، طبعا وأنا قاعد أبحث في الأحاديث اكتشفت حاجة، إنه اكتشفت مشكلة موجودة في الأحاديث تتعلق ب الحكم على الأشخاص بقدر ما يكون الحكم موجود على النص نفسه، نص الحديث اللي هو يسموه المتن. فهذه المشكلة للأسف خلتني يعني أتخذ منح آخر، بحيث إني أنا لما أجي أستند على حديث عشان تدعم الموجود في نصوص القرآن أو القضايا اللي أنا بتكلم عنها عشان أثبت يعني ممارسة محمد وتطبيقها له في نصوص كتاب القرآن، أستخدم الحديث بناء على متنها، هذا فضلا طبعا عن صحتها وحسنها وتواترها، اكثر من انه ايش قالوا الناس اللي رووا الحديث عن الاشخاص اللي موجودين في الروايه اللي هم رووا الحديث. يعني بعض الحديث اللي انا بذكر لكم هي، يجيك فلان يقول لك الشخص هذا يعني ما حد بيعرفه مثلا، او الشخص هذا يعني مشكوك فيه، او الشخص هذا بينسى او انه بيكذب. انا ماله مال الاشخاص بقدر ما انه هذا النص هل له علاقه بشكل مباشر في النصوص الموجوده في كتاب القران؟ هنشوف طبعا، اكيد في بعضها ما هي موجوده، وانا حبيت اوضح هذه النقطه واذكر هذه الملاحظه عشان انا ما ذكرتها في بدايه الحلقات اللي هي الحلقه الاولى والثانيه، لكن الان يعني بعد بحثي انا في الاحاديث اكتشفت هذه المشكله اللي هي مشكله ما لها داعي، اني انا اخذ الحديث بناء على انه الشخص قيل عنه من قبل اشخاص اخرين انه هو بينسى ولا كذاب ولا بيحفظ ولا ما يتذكر ولا يعني جت من روايته ولا هذا غريب ولا هذا حسن ولا هذا من ذا الكلام، يعني بقدر ما انه النص نفسه هل هو له علاقه مباشره بالنصوص اللي موجوده في كتاب القران وبالافعال اللي قام بها محمد الموجوده في نصوص كتاب القران ولا لا. فهذه النقطه حبيت اوضحها لان هذكرها في بعض الحديث راح اذكرها الان وتنطبق عليها هذه القضية بالإضافة إلى بعض نصوص القرآن. خلونا نبدأ نشوف إيش النصوص اللي موجودة في القرآن بتثبت إنه محمد، وأيضا الحديث اللي بتثبت إنه محمد معتدي ومتحرش جنسيا. طيب
مرة أخرى حاب أنوه إني أنا هنا في هذه الحلقة بالتحديد وفي كل الحلقات طبعا مش بحرض أو بحث الناس على إنهم يتركون دين الإسلام، بل بالعكس يشغلوا عقلهم أكثر شيء عشان يبحثوا ويشوفوا إنه هذه الأخطاء موجودة. لو هي أخطاء في النهاية، يعني سواء عجبنا ولا ما عجبنا، هي أخطاء وأخطاء موجودة، والأخطاء أخطاء. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه أنا بأنبه وأوضح إني أنا مش قاعد أتكلم على شخص محمد، بالعكس أنا محمد كشخص أنا أحترمه لأنه إنسان في النهاية مثلي ومثلك ومثل أي شخص آخر، لكن اللي بتكلم عنه اللي هي الأفعال والتصرفات اللي هو قام بيها ومن خلالها أسس المبادئ وطبق المبادئ وارتكب من خلالها جرائم مثل في هذه الحلقة اللي هي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، وهذا إذا دل بيدل على أنه هو إنسان بيصيب ويخطئ بالدرجة الأولى. وايضا بذكر مره ثانيه انه هذا البرنامج وهذا المشروع هدفه نشر الوعي وايضا ايجاد حلول، اهمها مبدا الانسانيه اولا، الانسانيه هي الحل. ايضا انه الاجيال القادمه ما بتعاني من هذه المشكله اللي احنا بنعاني منها الان، والاجيال السابقه عانت منها، والاجيال القادمه يمكن الجيلين الثانيين على الاقل ممكن يعاني منها، اللي هي المشاكل الموجوده في الدين ويتم ممارستها بكل وحشية وبكل عنصرية وبكل كراهية ضد أي شخص لا يؤمن بهذا الدين. فندخل الآن على هذه الفقرة الخامسة اللي بتثبت أنه محمد مارس التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في زمنه كانت تسمى الأذية والفحش. طيب شوفوا عندكم أول شيء نبدأ في الجنة. طبعا في الجنة يعني لما نيجي يروي قصص ايش اللي حيصير في الجنه، طبعا هذه دراما ثانيه، لما نيجي يدخل في حته النساء في موضوع النساء والاطفال والغلمان وده موضوع ثاني، لانه في تحرش واضح، في تحريض واضح للتحرش ضد الاطفال وضد النساء بشكل رهيب جدا. هذا تخيل بيدخل في عقل اللي بيؤمن بمحمد فكره انه هذا حيصب في الجنه، فايش ممكن يسوي في الحياه اللي هو عايشها الان؟ يقوم يجرب يرتكب الجرائم هذه اللي هو الاعتداء الجنسي ولا التحرش الجنسي عشان بعدين لما يدخل الجنة حلو حيحصل اللي هو هذا، لأنه لو مارسها الآن في حياته طبعا ما في لا عقوبة ولا محتنون. أنا أثبت لك من نصوص القرآن ما في لا عقوبات ولا محتنون، إذا في ممكن تكون القتل طبعا إلا إذا هم تابوا. عندك موضوع الغلمان المخلدون في نصوص كتاب القرآن، طبعا هم غير إنهم عبيد وإنهم خدم، وهذه طبعا يعني واضح أن محمد انتهك واحدة من حقوق حقوق الأطفال وحرية الأطفال إنك تخليهم خدم وعبيد. طبعا يقول لك هذا بالجنة وما في الجنة، لا، هذا تحريض، هذا تحريض إنك تسويها برضه بحياتك. شوف إيش يقول عنهم في سورة الطور رقم 52 النص رقم 24 بيقول ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. طبعا هنا بيسمي الغلمان على إنهم لآلئ مكنونة، هذا بالله يعني أسألكم باسم الإنسانية وبالله كمان يعني بإلهكم، مش تحرش واضح ضد الأطفال، تحرش جنسي ضد الأطفال. عندك النص رقم 17 في سورة الواقع رقم 56 إيش بيقول ويطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. عندك النص رقم 19 في سورة الإنسان رقم 76 بيقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. انتوا خشوا شو كمان شوفوا التفاسير، انا ما حتكلم عن التفاسير لبعض هذه النصوص، لكن انتوا خشوا على اليوتيوب واكتبوا ايش تفسير آية او نص ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا او كأنهم لؤلؤا مكنون. شوفوا كمية المفسرين والشيوخ المعاصرين شوفوا ايش بيقولوا عن هذه النصوص، تحرش واضح ضد الأطفال، تحرش جنسي ضد الأطفال. هذا بالنسبة للأطفال، حلو بيسميهم غلمان مخلدون من هذا الكلام، يعني التحرش جنسي واضح ضد هذا الأطفال. طبعا اللي بيؤمن بمحمد بيفكر يقول لك هذا في الجنة، يعني معناته كذا أنا أقدر أمارس الجنس مع الناس دي، وهيش تسميهم غلمان مخلدون ومثل اللآلئ وكأنهم لؤلؤ منثورة، إيش قلة الأدب هذه؟ فإذا هو لما يجي يتخيل هذا الشيء في جنته في الآخر يعني في حياته الأبدية اللي ادعاه محمد وخدعهم فيها، إيش ممكن يسوي في حياته حاليا؟ يعني بالعقل.
طيب عندك نص آخر، طبعا هذا بالنسبة للغلمان خلدون، تقريبا 3 نصوص ذكرت كلمات غلمان خلدون. ندخل الآن على النساء، شوف إيش قال عن النساء في لما جاء يمارس التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. طبعا كلنا نعرف حادثة زواج محمد من زينب بنت جحش، اللي هي كانت زوج هي كانت زوجة زيد بن حارثة أو زيد بن محمد، لما كان يعني محمد متبني زيد، وبعدين دخل موضوع الزواج عشان يلغي فكرة التبني، يصير يرجع لاسم أبوه اللي هو زيد بن حارثة. طبعا اللعبة هذه اللي هو عشان ينهي التبني وما ينهي التبني، أصلا يعني تغطية، ويعني واضح من النص إنها تغطية لجريمة ارتكبها محمد بحق النساء بالتحديد، اللي هو التحرش الجنسي ضد النساء عن طريق هذا النص اللي انا راح اقوله في سوره الاحزاب، كلنا نعرفها يعني. خليني اقول لكم النص. النص بيقول اللي هو رقم النص 37 في سوره الاحزاب رقم 33، بيقول شوف ايش بيقول: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه، يعني بيتمننون على زيد انه ربنا خلاك تؤمن بدين محمد وانعمت عليه على اساس انه تبني، امسك عليك زوجك. واذ تقول، يعني انت يا محمد بيقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه، امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني انت يا محمد بتخبي الشيء اللي الله بيبدي لك هو، ايش هو؟ انك انت راح تتزوج زينب. حلو. طب اكيد لها حادث، اكيد في سبب بيخلي النص ده يطلع فجأة كده من محمد في وقتها عشان ايش؟ يبرر لزواج من زينب. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. طبعا هذه كانت فضيحة وكانت كبيرة، يعني من الكبائر في عند العرب في ذاك الوقت، إنك أنت تتبناه فلان وبعدين تزوجه وبعدين تيجي تطلق تخليهم يتطلقوا وتقوم أنت تتزوج عليه. يعني هذه ما حد سواها غير محمد بالمناسبة يعني. وقام ايش؟ يبرر لنفسه ويقول هذا جاي من إلهه، وهو اللي هو اللي حكم، يعني انا ايش اسوي؟ وكان امر الله مفعولا، هو اللي قال مش انا. فحتعترض يا العربي؟ طبعا النص اللي هو وتخفي ما نف... ما في وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طبعا نحن نرجع للحادثة اصلا، كيف ليش النص هذا نص نزل يعني؟ انتوا اقرأوا التفاسير، انا هجيب لكم التفاسير يعني في الحلقة القادمة، لكن بالعقل لما تيجي تشوف امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني انت يا محمد عارف انه راح يكون في هذا الطلاق وانت حتقوم تتزوج، وبعدين انت عارف انه هذا اصلا فضيحة وكبيرة من الكبائر عند العرب، ومش من شيم الرجال عند العرب انك تقوم تسوي هذه الحركة، تتزوج على زوجة ابنك اللي انت متبنيه. ف يعني واضحة جدا انه الموضوع اكبر من كذا، الموضوع فيه تحرش جنسي مارسه محمد. طبعا بعطيكم انا رواية، حلو، في حديث اللي هو اسمه النيسابوري اللي هو المعروف بمسلم، في كتاب صدر له عام 1991 اللي هو الكتاب حقه يعني صحيح مسلم، من رواية جابر بن عبد الله، تحدث به عمرو بن علي، حدثه بها عبد الأعلى الذي أخبره بها هشام بن أبي عبد الله، رواه له أبو الزبير. اللي بيقول إيش؟ إيش الحديث هذا اللي قاله جابر بن عبد الله عشان تربطوا النص هذا أو الحديث هذا بالنص هذا حق زينب، وتعرفوا إنه محمد مارس التحرش الجنسي. إيش طبيعة التحرش الجنسي؟ أو إيش شكل جريمة التحرش الجنسي اللي مارسها محمد اللي هو التحديق؟ شوف إيش قال جابر بن عبد الله. قال انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه، فاتى امراته زينب وهي تمعس منيئه لها، فقضى حاجته يعني مارس الجنس معها لما شاف هذيك المراه، ثم خرج على اصحابه فقال: ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان، فاذا ابصر احدكم امراه فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في اهله. فلياتي اهله يعني يقوم يروح يجامع اهله زوجته، يعني غير تحرش جنسي، لا، تحريض وترسيخ للتحرش الجنسي. طبعا التحرش الجنسي اللي هو هنا النظر، لأن محمد نظر على المرأة
فقام راح جامع زوجته زينب وقال يعني اتهم المرأة على انه المشكلة فيها ان هي تقبل بصورة شيطان وتقبل بصورة شيطان. هذا مش تحرش جنسي ضد المرأة، وهذا مش بيعكس النص اللي انا ذكرته قبل شيء في سورة الأحزاب، النص رقم 37 اللي هو يعني فلما قضى منها زيد وطنا زوجناكها، وكلنا نعرف الرواية حقت يعني زينب وكيف محمد يعني تزوجها، راح يبي يشقر على زيد فشافها وقال يعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبعا هو لما شافها مش شافها كده نظرة واحدة وخلاص، لا شافها وبحلق يعني حدق بطريقة جنسية شهوانية، ولا ليش هو بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وزينب تعرف الهرجة فتقوم تبلغ زيد، وزيد يجي لمحمد ويقول له السالفة هذه، وفجأة كده بقدرة قادر يطلع لك النص هذا عشان يبرر محمد للمصيبة اللي هو سواها، وبالتالي يقوم يرتكب يعني مصيبة أكبر، يقوم يتزوج على زوجة زيد، ويعني أكيد زيد بينغار فبيقوم يطلقها، فيقوم محمد يتزوجها. يعني غير تحرش، دخل الإله بشكل أو بآخر عشان يقوم إيش يصير هذا الطلاق، ومحمد مبسوط يقول لك وتخفي في نفسكم الله مبديه، يعني واضح إنه مدخل الإله في الموضوع عشان يمشي له الجريمة اللي هو سواها عن طريق إن هي بالزواج. هذا مش له علاقة بالحديث اللي أنا ذكرته قبل شيء عن مسلم اللي البعض بيشكك فيه يقول لك فلان وعلان وهذا عليه مشاكل، لكن النص نفسه له علاقة مباشرة بالنص اللي موجود، النص الحديث يعني متن الحديث له علاقة بالنص اللي ذكرته في سورة الأحزاب، النص رقم 37. طيب برضه في حديث آخر من النيسابوري اتهم فيه القرشي المرأة اتهام باطل بأنها المشكلة في جريمة التحرش الجنسي بشكل غير مباشر، وقد ذكر النيسابوري اللي هو مسلم حديث منسوب لجابر أيضا تحدث به سلمة بن شبيب، حدثه بها الحسن بن أعين، أخبره بها معقل، رواه له أبي الزبير، والذي قال فيه جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فيواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا انت هنا لما انت تشوف واحدة امرأة عجبتك يعني تقعد تبحلق فيها بطريقة شهوانية جنسية، وزي يعني بالعامية يقول لك قرشت عليها، محمد يقول لك روح لزوجتك وروح جامعة. طبعا هنا في هذه الحالة مش تجامل عشان الحب بينك وبين زوجتك، لا بقدر من ان عشان ايش الجنس هذا، كأنك بتفكر تجامع المرة ذيك اللي انت شفتها وعجبتك، يعني هذا تحرش جنسي واعتداء جنسي حتى على زوجتك، يعني مو بس يعني تحرش جنسي على المرأة ذيك اللي انت شفتها وعجبتك، لا حتى اعتداء جنسي على زوجتك اللي انت جامعتها وهي في حالها وهي ما عارفة ايش الهرجة، وهي ما عارفة انك انت شفت واحدة وتحرشت بها جنسيا عن طريق النظر، فهذا يعتبر اعتداء جنسي. ايش رأيكم؟ تبغون زيادة؟ نجيب لكم في زيادة. طبعا عندك النص رقم 37 في سورة الصافات، رقم السورة 121، ايش بيقول فيه محمد؟ طبعا هذا النص والنص اللي بعده اللي هو رقم 9 في سورة الحجاز 15، هذول بيعكسوا بيأكدوا انه الحديثين اللي انا ذكرته قبل شيء بيتطابقوا مع النص اللي موجود في سورة الأحزاب اللي أنا ذكرته لكم اللي هو النص رقم 37. النصين هذول ايش بيقولوا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، على أساس أن القرآن يعني زي الفل. هذه في سورة الصافات رقم 121 نص رقم 37، والنص الثاني في سورة الحجرات رقم 15 النص رقم 9 رقم السورة طبعا 15، ايش بيقول فيه؟ إنا نحن نزلنا ذكر إنا له الحافظون. طبعا النصين هذول يثبتوا الحديثين اللي أنا ذكرتهم اللي هم بيكملوا النص اللي موجود في سورة الأحزاب. طيب نشوف نحن نصوص أخرى برضو ضد المرأة، تحرش ضد المرأة واعتداء جنسي ضد المرأة، ويخلي الموضوع هذا في عقل أتباع محمد عشان لما يجي يدخلون الجنة في الحياة الأبدية تبع محمد يعرفون إيش راح يحصلون، فيقوم يمارسون هذه الجرائم في حياتهم اللي هم عايشينها الآن. عندك سورة النبأ رقم 78،
انا الان بتكلم عن التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي ضد النساء، يعني غالبا هم البالغات، لسه احنا ما جينا على الاطفال، بنيجي على الاطفال. عندك النص رقم 33 في سورة النبأ رقم 78 بيقول فيه محمد شوفوا كيف بيوصف النساء وبيثير شهوة الرجال اتباعه اللي بيؤمنون فيه، عشان راح يحصلون اللي هو يعني وعدهم به في جنة الأبدية. إيش بيقول؟ وكواعب أترابا. عارفين إيش معنى وكواعب؟ عارفين إيش معنى كواعب؟ أكتبوا في اللغة إيش معنى كاعب أو كواعب، خشوا في اليوتيوب، طبعا المصادر موجودة في صندوق الوصف في اليوتيوب، تقدر ترجعوا له يعني سريع سريع، يعني أنا حطيت لكم مصادر عشان تخشوا لها سريع سريع وتشوفون المعاني إيش المقصود في كلمة كواعب. طبعا الكواعب، معلش أنا ما جبت تفسير كواعب، معلش توي افتكر ما جبت تفسير كواعب، هجيبها في النصوص الباقية، لكن خش انت في جوجل، خش على اليوتيوب واكتبوا معنى تفسير آية وكواعب أترابا وشوف ايش معنى الكاعب. طبعا لف ودوران، لكن في النهاية هما بيأكدوا على انه معنى الكاعب المرأة اللي صدرها كبير، هذا في الجنة. طبعا شفتوا التحرش الجنسي، شفتوا الفكر اللي راح يبقى عند أتباع محمد في حياتهم، وتخيلون كيف راح تكون الجنة وإيش طبيعة النساء وإيش شكلهم وإيش جسمهم وإيش كيف بيكون. يقول وكواعب أترابا، أترابا يعني بنفس السن، كواعب يعني النساء اللي صدرهم كبير. مع احترامي الشخص طبعا كلمة مقزز جدا، لكن أنا بعطيك انطباع على التحرش الجنسي اللي من خلاله مارسه محمد، اللي هي هذه الجريمة، عن طريق إنه يوعد أصحابه وأتباعه سواء في زمنه أو الناس اللي جاية بعده إنه بيحصلون على نساء عندهم صدر كبير. إيش رأيكم؟ نشوف في نصوص أخرى. عندك سورة الواقعة رقم 56، نص رقم 22 و23 و36، شوف إيش بيقول محمد عن النساء عشان يغري أصحابه جنسيا وشهوانيا في جنته الأبدية. بيقول وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. بعدين في النص رقم 36 بيقول فجعلناهن أبكارا. إيش رأيكم؟ إيش معنى أبكارا؟ فكروا في إيش معنى أبكارا، اللي هي المرأة البكر. وإيش معنى اللؤلؤ المكنون؟ تذكروا لما ذكرت لكم النصوص تكلم يطوف عليهم غلمان المخلدون كأنهم لؤلؤ منثورة وكأنهم مثل اللؤلؤ المكنون. خلينا أقرأ لكم النص، ما بنجيب العيد عشان بعدين يستقعدون فيها أتباع محمد. النص حق غلمان المخلدون أذكركم، نص رقم 24 سورة الطور رقم 52 بيقول ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. في سورة الواقعة عن النساء بيقول وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، عشان تعرفوا جريمة التحرش كيف مارسها محمد وكيف رسخنا وكيف رسخها أو رسخها في عقول أتباعه في زمنه والأزمنة اللي جاية بعده. طيب عندك نصوص في سورة الرحمن اللي هي مفترض يعني من اسمها يعني زي الفل، يعني رحمن ورحيم وزي كذا. سورة الرحمن رقم 55، يعني قبل سورة الواقعة، النصوص رقم 56 و58 وأيضا 72 و74، لأنه اللي بيفصل بين النصوص هذه يعني 56 و58 و57 النص اللي بيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. النص رقم 73 اللي بين 72 و74 برضه بيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللي هي مكررة ما أدري كم مرة. شوف إيش بيقول عن النساء في الجنة أو الحور العين في الجنة، ويوعد به محمد أتباعه إنهم راح يحصلون عليه. شوف إيش بيقول، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بعدين النص اللي بيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعدين يقول كأنهن الياقوت والمرجان. هذا في النص رقم 56 58 في سورة الرحمن رقم 55. إيش رأيكم؟ هذا طبعا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، يعني ما حد يعني مارس الجماع مع هذه المرأة او الحور العين، يعني بيجيك بكر مثل النص اللي بيقول فجعلناهن ابكار اللي موجود في سورة الواقع نص رقم 36. هذا مش لما نيجي يفكر فيها اللي بيؤمن يعني بدين محمد
ويهيم في هذا التفكير وفي هذا الدراما. ايش ممكن يسوي في حياته لما يجي يشوف مرأة في الشارع، ولا لما يمشي يعني في الطريق ويشوف يعني مرأة حالها حال نفسها، محجبة غير محجبة، متغطية غير متغطية، ايش ممكن يسوي؟ عندك النص رقم 72 و74 بيقول: حور مقصورات في الخيام. بعدين 73: فبأي آلاء ربكم تكذبان. بعدين 74 بيقول، بيكرر، بيقول: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إيش رأيكم؟ هذه في سورة الرحمن. طيب، ندخل الآن على جريمة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال اللي مارسها محمد وأثبتتها. طبعا ما بتحصل نصوص القرآن فيها، لكن بتحصل نصوص أحاديث موجودة في البخاري ومسلم، بالتحديد يعني في البخاري ومسلم. وهذا الشيء بيعكس النصوص الموجودة في القرآن اللي بتتكلم عن الأذى والفحش، وبتتكلم عن النص اللي بيقول إكراه الفتيات على البغاء. أرجعوا للنص، يعني الحلقة يعني تقريبا قبل نص ساعة كذا ساعة تكلمت عنها، أرجعوا للنص هذا. خليني أذكركم بالنص هذا، يعني ما وراي شيء وأنا كاتبه هنا في المقال وكله مسجل. يعني خليني أوريكم النص اللي هو بيتكلم على إكراه الفتيات على البغاء، اللي هو الجنس اللي هي الدعارة بالعامية. يعني شوف إيش بيقول محمد، لان انا يعني معليش، انا شخص ما احفظ، لكن انا شخص افهم، فانا ما احفظ، فعشان كذا خلينا نرجع. اصبر معايا واقول لكم النص ايش بيقول في في سورة، فينها في سورة ما... ثواني عليا، اصبر عليا، نجيب لكم النص لانه هو النص طويل. ف ايوه، في سورة النور. مو انا بقول لكم هذه السورة اللي هي اسمها النور، مفترض تسمى سورة الجنس. معلش انا قلت في البداية سورة الدعارة، انا بسميها سورة الجنس، اللي هو يعني بالانجليزي السكس، يعني سورة الجماع، بالعامية اللي هو نون يا كاف. شوفوا ايش بيقول في النص رقم النص رقم 33، حلو، في سورة النور رقم 24 اللي انا بسميها سورة الجنس او الجماع. بيقول في النص رقم 33: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. حلو، هذا الشق. الشق الثاني اللي هو بيحرض في محمد على وشايف، معلش، هو شايف جريمة الاعتداء الجنسي ضد الاطفال بالتحديد الاناث، وهو ما سوى ولا شيء ولا اتخذ اي عقوبه رادعه او واضحه عشان ينهي مشكله الاعتداء الجنسي ضد الاطفال، خصوصا النساء او الاناث. شوف ايش بيقول في الشق الثاني من النص هذا رقم 33 في سوره النور رقم 24، بيقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. البغاء اللي هو الجنس اللي هو الدعاره، ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. شوف العقوبه: ومن يكرههن فإن الله من بعد كراهن غفور رحيم. هذا الشق من النص رقم 33 في سورة النور رقم 24 اللي أنا بسميها سورة الدعارة أو الجنس أو النيك أو الجماعة أو اللي تسموها أنتم يعني. هذا النص خذوها مع الحديث اللي أنا الآن راح أتكلم فيها، وتثبت إنه محمد مارس الاعتداء الجنسي ضد الأطفال الإناث. وفي حادثة مشهورة جدا، إنه واحدة من زوجاته اللي هي عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها محمد وهي طفلة دون العاشرة من العمر، وهذه عقوبتها في القانون الأسترالي في
قوانين نيو ساوث ويلز اللي قانون الجرائم اللي صادر عام 1900، عقوبتها اللي بتزوج طفلة دون العاشرة هذه عقوبتها سجن مدى الحياة. في زمن محمد، طبعا محمد كان مشغول يعني يا بالجنس يا بالفلوس عن طريق الحروب والغزو والقتل وهذا. كلنا نعرف الزواج اللي هو سواه وقام به في زواج عائشة من بنت أبي بكر الصديق وهي عمرها 9 سنين. شوفوا إيش قال صحيح البخاري، الكتاب هو اللي هو صحيح البخاري له كتاب صدر عام 2002. الباب اسمه تزويج الصغار أو الصغار من الكبار، باب تزويج الصغار من الكبار. إيش بيقول البخاري؟ البخاري بيذكر حديث من رواية عروة بأنه قال بأن النبي خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال له النبي أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي حلال علي، حلال حلال حلال، زي الموجود في الفيلم المصري تبع عادل إمام، حلال حلال حلال. طبعا هذا النص اللي هو الحديثي اللي موجود في صحيح البخاري، لما تيجي تربطه على النص اللي انا ذكرته في سورة النور رقم 24 النص رقم 33 الشق الثاني ولا تكره فتياتكم على البغاء، بيعكس الجريمة اللي ارتكبها محمد. هذا فحش في زمن محمد، كان بيسمى فحش في زمننا، بيعتبر جريمة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال. طيب طبعا في تبرير آخر ذكره محمد، هو موجود برضه في صحيح البخاري، في باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. طبعا في الحديث هذا مضحك شوية، لأنه محمد بيدعي أنه هو شافه في المنام أنه بيتزوجها، يعني حاجة زي الفل. طيب البخاري بيذكر حديث من رواية عائشة عن طريق عروة عن أبيه تحدث به معلق حدثه بها وهيب بأن النبي قال لها أريدك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك فاكشف، فإذا هي أنت فأقول إنك هذا من عند الله يمضي. يعني رمى الفحش هذا، جريمة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، على إلهه، إنه شافها في المنام إنه هذه زوجتك، وعلى أساس إنه مروني إنه هذه زوجتك، وفي المنام بيقول إنه يعني إذا هذا من الله من إله محمد فراح يصير، وصار طبعا أكيد بيصير، ليش ما يصير؟ طبعا اللي بيثبت الآن إنه عائشة كانت طفلة بعمر 6 سنوات عندما تزوجها أو نكحها القرشي أو محمد، وبعمر 9 سنوات عندما بنى بها. في حديث منسوب لهشام عن أبيه تحدث به عبيد بن إسماعيل حدثه بها أبو أسامة، وهو من نفس الباب اللي هو حق البخاري، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. إيش بيقول البخاري في هذا الحديث من رواية هشام عن أبيه؟ بيقول توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين، فلبث سنتين أو قبل ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. وفي الباب، في باب ثاني اسمه إنكاح الرجل، ركزوا، إنكاح الرجل ولده الصغار، في كتاب البخاري بيقول البخاري حديث من رواية عائشة عن طريق هشام عن أبيه تحدث به محمد بن يوسف حدثه بها سفيان، بأن يعني عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9. هذا اللي بيثبت إن محمد اتزوج من عائشة بعمر 9 سنوات، أقل من 10 سنين يعني. طبعا عائشة في هذه الفترة كانت فتاة، والفتاة في النص اللي في سورة النور رقم 24 النص رقم 33 رقم السورة 24 النص رقم 33 الشق الثاني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. في هذه الحالة اللي مارسه محمد نوع من أنواع الجنس أو الدعارة إن صح التعبير، ونوع من أنواع الاعتداء الجنسي ضد الأطفال اللي هو الاغتصاب. طيب أيضا في حديث آخر من النيسابور اللي هو معروف بمسلم، صحيح مسلم أو كتابه يعني صحيح مسلم، بيثبت أن عائشة كانت طفلة عندما تزوجها محمد.
يذكر الحديث مسلم يعني من رواية عائشة رواه عروة وتحدث به عبد بن حميد أخبره بها عبد الرزاق حدثه بها معمر الذي أخبره بها الزهري بأن يعني الرواية هي من رواية عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها يعني الدمى الألعاب اللي موجود عند كل الأطفال ذكور وإناث يلعبون بها ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. هذا بيثبت أكثر إنه هذا الحديث إنه عائشة كانت طفلة وتم اغتصابها جنسيا واعتدى عليها جنسيا وهي طفلة أقل من 10 سنين، وبيأكد النص نفسه هذا بيأكد على النص اللي أنا ذكرته قبل شوية وأكرره ما زلت أكرره في سورة النور رقم السورة 24 النص رقم 33 الشق الثاني منه اللي بيتكلم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى نهاية النص. هذا كله بيثبت أن محمد مارس الاعتداء الجنسي ضد الأطفال. إيش رأيكم؟ خلاص انتهت الحلقة. الحلقة خلصت بالمناسبة، الحلقة خلصت. إيش رأيكم في الإثباتات هذه؟ تقدر ترجع لنصوص كتاب القرآن، طبعا أنا ما أقدر أحطه في صندوق الوصف، لكن تقدر ترجع لها من طريق أو عن طريق البث هذا المباشر، وترجعوا لكل نص أنا ذكرته. وهل بيثبت إنه محمد مارس الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، مارس التحرش الجنسي ضد الأطفال، الجريمة هذه اللي كانت تسمى في وقتها بالأذى والفحش والسعي في الأرض بالفساد، هل كانت منتشرة مستشرة في زمن محمد أم لا، خصوصا بين أصحابه أو الناس أتباعه اللي هم كانوا يؤمنون فيه ولا لا؟ فتقدروا أنتوا تطلعوا على المصادر اللي موجودة في هذه الحلقة في صندوق الوصف في اليوتيوب، أو تقدر ترجعوا للنصوص اللي أنا ذكرتها أثناء هذه الحلقة، وما أقدر طبعا أكتبها في صندوق الوصف اليوتيوب. ليش؟ لأنه اليوتيوب معطيني 5000 كلمة فقط، ما أقدر أتكلم أو أحط أكثر من 5000 كلمة، عشان كده حطيت ملاحظة صغيرة في نهاية الوصف أقروها وحتعرفوا ليش أنا ما أقدر أحط نصوص كتاب القرآن في صندوق الوصف في اليوتيوب، لأنه مصادر استخدمت اللي أنا استخدمتها جدا كثيرة وأخذت يعني يدوب اللي انتم شايفينه في صندوق الوصف. لكن في الحلقة القادمة راح اتكلم عن تفاسير المعاصرين والسابقين وايضا تفسير الخاص، واذا في حلول ولا ما في حلول، في تناقضات ولا ما في، في توافقات ولا ما في، وراح نثبت لكم ايضا بالمصادر هذه الجريمة اللي ارتكبها محمد اللي هي جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي ضد الاطفال وضد النساء بالتحديد، وايضا هي كانت تسمى في زمن محمد بالفحش والأذى والسعي بالأرض الفساد. طبعا أنا شايف في تعليقات كثيرة، شايف في كلام كثير، خلينا أخذها معاكم حبة حبة، وزي ما بيقولوا أكل العنب حبة حبة وبعدين نختم. طيب طبعا بالمناسبة لو في أي أسئلة ما لها علاقة بالموضوع يعني راح ما راح أعطيها يعني وقت طويل، على طول بحاول يعني اعطي جمله جملتين بعدين اخش على الاسئله اللي بعدها اللي لها علاقه بشكل مباشر في الموضوع، لكن انا حشارك كل الردود كل الاراء عشان ايش، من باب الانصاف يعني مع الجميع، انه كل شيء يكون واضح وانه كل شيء يعرض بيقال في اليوتيوب او حتى في تويتر او اليوتيوب احاول انشره. طيب خلينا نشوف. خالد بيقول استاذ امين ارجع عن طريق بثك تفتح ملف مصير المعارض خالد الجهني اللي كان موجود في بريطانيا وفتح موضوع في بث خاص ونشر الفيديو الخاص به على قناته باليوتيوب. طبعا انت قلت انك ارسلت لي الرابط في الحال في احد الحلقات السابقه، طبعا ما حصلتها وقلت لك يعني احتاج وقت عشان ابحث وهذا. بيقول الذي ذكر فيه انه تعرض للاعتداء والتشهير، والغريب في ذلك هو يقول التسهير بس اعتقد انه يقصد التشهير، والغريب في ذلك وجود وحدة تدعي أنها معارضة سعودية اسمها هدى العمري، كانت من ضمن معارضة سعودية اسمها هدى العمري كانت من ضمن الذين يريدون إجبار خالد العبد المالكة. أنا أذكر أنه هدى برضو كان مصور لها
مقطع إن هي يعني مشردة وما أدري إيش وتعاني في لندن من هذا القبيل، نايمة في الشارع من هذا القبيل، يعني ما حد عارف إيش الهرجة فعلا. لكن تبي تعرف أكثر، أسأل الناس الموجودة في لندن، يعني عندك مستشارة بتركي مثلا، عندك يحيى عسيري، عندك دكتورة مظاهر رشيد، عندك الناس اللي في إيرلندا مثلا، عبد العزيز المؤيد اللي في ويلز، سحر الفيفي، عندك أميمة النجار أعتقد موجودة في لندن، أو ممكن في واحدة من الدول اللي هي موجودة في بريطانيا، اللي هي 4 دول تقريبا، إنجلترا، ويلز، شمال إيرلندا واسكتلندا. عندك برضه واحدة اسمها دون موجودة في إيرلندا، سلام ممكن تعرف، ما أدري إذا في ناس في اسكتلندا ولا لا. فما أنا قلت لك يعني أحتاج وقت عشان أعرف إيش الموضوع أصلا، إيش اللي صاير. بيقول اسم المقطع اليوتيوب: محاولة اختطاف من آل سعود من البحث البريطاني، يرجو عرض المتابعين المستدامين. طبعا اللي بيشاهد البث الآن هو حاط خالد، يقول اسم المقطع اليوتيوب: محاولة اختطاف من آل سعود من البحث البريطانية. وأنا قلت لك مرة ثانية، أنا شخصيا أحتاج أبحث في الموضوع أكثر عشان أتأكد أعرف إيش السالفة، إيش اللعبة. طيب عمر العطاس بيقول: دين الإسلام دين رحمة ومحبة وعطف، أوكي، هذا كما يقولون والحقيقة بعيدة تماما. هو في جانب روحاني طبعا، في بعض الروحانيات في الدين، وهذا شيء إيجابي وحلو، لكن في بعض القيم وبعض المبادئ اللي موجودة في الدين الإسلامي اللي هي تعتبر إيجابية، لكن أصلها مش من الدين الإسلامي، أصلها جاي من أديان أخرى ومن تعاليم ثانية، من تعاليم أخرى ثانية اللي هي يعني المسيحية غالبا واليهودية. لكن المشاكل اللي انا بتكلم عنها وبحاول اثبتها في الحلقات هذه في المشروع هذا، طبعا تقريبا 3/4 ما كانت موجوده في المسيحيه. لما اقول المسيحيه اقصد فيها العهد الجديد، مش العهد القديم. العهد القديم هذا كتاب اليهود، هذا برضه له مشاكل وله يعني ازمات وله يعني اخطاء وهذا. لكن مبادئ هذا التفسير اللي انا تكلمت عنه واثبتها في الحلقات السابقه في هذه الحلقه، لا، هذه جايه من صميم الدين الاسلامي، جايه من صميم فكر ورساله محمد. فهذا الشيء يعني اللي حبيت اوضحه. طيب عندك عمر اندرسكور ام 3 بيقول: هل تعتقد ان سعد الفقيه تابع للحكومه السعوديه، وان طوال هذا الوقت يكذب على الناس مبدا الاصلاح؟ طبعا واضح انه سعد الفقيه، هو الموضوع ما له علاقه لكن ما راح افصل كثير، لكن سعد الفقيه يعني واضح انه هو يلعب على كل الاطراف، اللي بيتابع بثوثه، واللي بيتابع يعني الرسائل اللي بيحاول يوصلها، وكيف بيتعامل مع اشخاص معينين في المعارضة، وهذا يعني تقدر تستنتج انه سعد الفقيه يعني بيلعب على كل الاطراف. وفي يعني تقدر تخش انت على اليوتيوب تكتب كشكول، او تكتب يعني المسعري والفقيه، ويعطيك هذه شهادات حصريه لناس اتعامل مع الفقيه بشكل مباشر، وهم عايشين يعني في نفس المدينه اللي عايش فيها الفقيه اللي هو لندن، اللي هي مدينه لندن، وشوف ايش قالوا على الفقيه، ومنها ابدا تصورك وافهم تصورك، وافهم برضه ليش اتاسس منظمه سند اللي هو ماسكها يعني، بس هو ما هو ظاهر في الصوره لا من قريب ولا من بعيد، لكن اتباعه ماسكينه. فتعرف ان الواد او الشخص او الشيء هذا او اللي اسمه او الشخص هذا اللي اسمه سعد الفقيه بيلعب على كل الاطراف. فهو من ناحيه انه يكذب، اكيد بيكذب، اكيد بيكذب، لازم يكذب. وهو عنده فكره البراغماتيه الشرعيه اللي هي البراغماتيه الدينيه، اللي هو النفاق بالعاميه يعني النفاق. طيب بحسب تحليلك، ما هي مصلحه الفقيه ويحيى عسير في المطالب بعوده المستشار القحطاني وكذلك اصلاح عبده لتركيا ولبنان؟ هذا يعني انه معارضه وهميه تابعين للحكومه. طبعا اول شيء لازم انا اتحقق من فكره المستشار القحطاني. هو ذكر انه قال انه في ناس يبدو يمكن الفقيه، قالوا له روح لتركيا، والعبد اللي قال انه يعني يروح لبنان او شيء من هذا القبيل. طبعا هذه واضحه انه فيها تدبيسه. يعني حتى انا اذكر واحد من لندن يعني قال لي ايش رايك تروح تونس تحضر مؤتمر عن حقوق الانسان او شيء من هذا القبيل؟ قلت له روح لتونس، انت من جدك تتكلم؟ فانا ما اعرف ايش كانت وقتها نيته، مع ان انا بشرته بخبر يعني مفرح وقتها، قلت له انا جاني اللجوء من هذا القبيل. فقام رد علي قال لي طب ايش رايك تحضر لمؤتمر في تونس؟ قلت له ما ينفع الكلام ده، ايش اللي احضر تونس وما تونس، وانت عارف ان تونس دوله مش امنه وممكن يرجعوني في اي وقت يعني. فهذا واللي قال هذا الكلام طبعا واحد من حقون لندن،
واحد بيدعي الحقوق وحقوق الإنسان وهذا، وأنا ما أنكر إني أنا اشتغلت معاه يعني بشكل تطوعي في وقت من الأوقات في المنظمة حقته. لكن في النهاية لما جيت أبشره بموضوع اللجوء، جاء قام رد علي وقال لي روح تونس. إيش رأيك؟ فهذه برضو الواحد ينتبه يكون حذر حذر من هذا الشيء. طبعا أنا راح أذكر اسمه لاحقا، يعني حاليا مش قضية يعني، لكن من تقدر أنت تقرأ ما بين السطور تعرف يعني مين أنا بقصد بالتحديد. طيب، نفس الشخص عمر بيقول أنا متابع المسألة من فترة طويلة، لا أتفق معه أبدا في أفكاره، لكن هو مختلف على أفكار حزب التجمع والفقيه ويحيى سيد أصحاب الدستورية والإصلاح، وصريح يريد إسقاط النظام، وهذه نقطة تحسب له عكس المذكورين. طبعا من ناحية صدق الشخص في رسالته وفي الشيء اللي هو اللي بيتكلم فيه، هذا بحد ذاته شيء يحسب له على أنه هو صادق في هذا الشيء، لكن ما يثبت أنه رسالته صحيحة، ولا يعني شيء يؤخذ به، ولا أنه هو الصح أو الخطأ أو سوري أو الحق أو من هذا القبيل. لا، هو صادق في رسالته، نفس محمد قبل 1400 سنة كان صادق في رسالته، وبشكل أو بآخر نجح فيها. لكن هل بالضرورة أنه رسالة محمد أو المسعري حاليا صحيحة، أو رسالة محمد في ذاك الزمن صحيحة لأنه كان صادق فيها وأخلص نفسه ووقته وجهده لها، معناته أنها صحيحة وسلم بها وأن هي زي الفل؟ لا طبعا، لا طبعا. هذا الفرق الناس لازم تفهمه، أنه لما الواحد يكون صادق في الكلام اللي هو بيتكلم عنه، مش معناته أن الكلام اللي بيقوله صح، وأنه يعني مفترض يطبق، وأنه البشرية والإنسانية تأخذه وتطبقه وتأخذه على المشي مسلم به. لا، ممكن يكون هذا الشيء أصلا متطرف وداعشي، مثل ما سوى محمد من 1400 سنة في رسالته فكره، والآن بيسوي المسعري. المسعري أنا أعترف ويحسب له أنه هو صادق في الرسالة اللي هو بيحاول يوصلها للناس، أنه هو صادق فيها وواضح فيها مع الناس، مع الكل، أبيض وأسود، أحمر أخضر أزرق، أي شخص يؤمن بدينه لا يؤمن بدينه، يؤمن فكره لا يؤمن فكره، يقول لك هذه رسالتي وانا بطبق الدين وبطبق الفكر السياسي حقي بهذه الطريقه بكل وضوح. هو صادق فيها، صادق فيها، لكن هل الفكر نفسه او الرساله هو بيحملها بروجها بصدق وامانه، هل هي نفسها صحيحه؟ لا طبعا، خطا فيها، تطرف فيها، دعشنه وفيها يعني قمع وانتهاكات لحقوق الانسان وحريات الانسان، او حقوق الانسانيه وحريات الانسانيه. فهذه النقطة أتمنى الناس تفهمها. طيب، نفس الشخص عمر يقول لماذا لم تعلق على قمة الديمقراطية اللي عملها الرئيس بايدن ولم يدعو فيها أي دولة عربية سوى العراق؟ هل بايدن ينوي تغيير هؤلاء الحكام أم أنها مجرد زوبعات؟ ما كان عندي اطلاع، لكن سمعت عنها، عن القمة هذه، وأنا مستغرب يعني هو ليش بيسوي يعني قمة الديمقراطيات. ممكن هو شايف إنه في أزمة، لأنه أنا اللي شايفه يعني اللي بيتابع وضع كورونا، انه بيعرف انه في ازمه وفي فوضى سياسيه في الدول الديمقراطيه، والفوضى السياسيه هذه نتيجتها في مقوله كده مشهوره لموزن ماو تي سون، بيقول عشان انت تتحكم بالشعوب تتحكم بالدول. انا يعني طبعا بحاول اتاكد من النص هذا، يا ليت احد اللي يتابع معايا ياكد لي المقوله هذه، انه بيقول عشان تخلق او انك تسيطر على الشعوب وعلى الدول اخلق فوضى، فلما تخلق فوضى حتقدر انت تسيطر على الناس. وهذا اللي صار الان في كورونا، انه في خلق فوضى، ودحين طلعوا بالفكره الجديده هذا المتحور الجديد اوميكرون، وبعد يطلع لك متحور جديد، تحورات جديده، كله عشان يستمروا في خلق الفوضى لين ما هم يقدروا يتمكنوا انهم يسيطروا على الشعوب، خصوصا في الدول هذه الديمقراطيه، ويعني اللي ثارت الشعوب بسببها عشان تنال حقها وانسانيتها وحرياتها. طبعا هذا الشيء غالبا ما راح يتحقق يمكن في امريكا وفي دول اوروبا الغربيه، لانه هذول دفعوا دم، هذول اجدادهم يعني ضحوا بدمائهم، ضحوا بحياتهم، ضحوا بارواحهم عشان الناس الان اللي عايشه تعيش بكرامه، تعيش على انهم يعني انسان وانسان. فما اعتقد انه هذا الشيء راح يمشي بشكل او باخر، لكن ننتظر نشوف ايش اللي يصير. يعني السياسيين اخبث يعني اخبث العقول تحصلها في السياسيين، لانه هو في النهايه يبغى يحكم، يبغى يسيطر، عشان يسيطر لازم يخلق لك نوع من الفوضى. احمد بدر يقول لن تستطيع تشبيه الدين الاسلامي بنبينا محمد بكلامك الفاضي، لماذا لا تذكر للناس السماح بالمثليه القذره وتطالب بها انت علنا
تناقض في طرحك مئات الحلقات تحاول تشبيه الإسلام ولن تفلح يا ملحد. أنا متأكد إنك أنت قلتها يعني بنبرة غضب وكراهية وحقد وسب وشتم. يعني إحنا يعني يا أحمد بدر، إحنا عارفين الأحاسيس والمشاعر هذه اللي بيمر فيها أتباع محمد لما يشوفوا أي شخص بينتقد يعني الأفكار والأخطاء اللي تم ارتكابها من قبل يعني مدعي النبوة محمد أو الموجودة بنصوص كتاب القرآن وفي أحاديثه، اللي بتعكس طبعا أفعاله وتصرفاته وردات فعله. طبعا يعني أنت شايف إن الموضوع اللي أنا بسويه تشويه للدين، يعني معليش هذا قصر نظر وضيق في الأفق، لأنه لو أنا أبغى أشوه الدين كان في مليون ألف طريقة أقدر أستخدمها أشوه فيها الدين بكل بساطة، لكن لما أجي أستخدم يعني أبحاث أكاديمية مصادر أكاديمية وأتعب عليها شغل أكاديمي بحث من ألف لياء، طبعا هذا أنت بتشوف تشويه للإسلام، أنا بشوف إنه هو محاولة إثبات إنه دين الإسلام مثل أي دين يحمل أخطاء وأفكار وفي حلول. طبعا في حلول، ليش لا، ليش ما في حلول؟ لا في حلول. وهل محمد يعني حتى لو ادعى النبوة افترضنا إنه هو نبي وسلمنا إنه هو نبي من هذا القبيل، هل هو يعني ما بيخطئ؟ لا بيخطئ. مش هو إنسان؟ أكيد إنسان، لكن بيخطئ وارتكب أخطاء كثيرة أضرت بالبشرية وبالإنسانية. نعم أضرت بالإنسانية وبالبشرية وأنا قاعد أثبتها. شايفة تشويه الإسلام هذا الشيء يرجع لك، لكن في النهاية هذا الشيء، المعاناة هذه، المشاكل هذه، الأخطاء، أنا على الأقل بحاول أضمن إنه الأجيال القادمة ما راح تعاني منها. وأنت عارف أنا إيش قاعد أتكلم وإيش قاعد أقول وإيش قاعد أقصد. طبعا موضوع المثلية اللي أنت تتكلم عنه وتسميها بالقدر وهذا، يعني أنا أحاول أوصل لك فكرة إنه الحريات الشخصية، أنت لو فهمت أنت وغيرك يعني اللي إذا فهمت إيش معنى الحريات الشخصية حتعرف إيش معنى حرية الاعتقاد اللي أنت مختزلها أصلا فقط في الدين، إنه حريتك الشخصية مرتبطة فقط بالدين اللي أنت تؤمن فيه، تؤمن بأي دين أو من بأي دين. طيب والحريات الشخصية الثانية؟ لأنه أنا لما أؤمن بدين أو أنت تؤمن بدين هذه حريتك الشخصية، أنت اخترت أنك تؤمن بهذا الدين، مش حرية يعني عامة ولا حرية يعني الكل يكون فيها متساوي فيها ومن هذا القبيل، لا هذه حرية شخصية، أنت اخترت أنك تؤمن بهذا الدين وشايف أنه صح زي الفل تؤمن فيه. طيب لما الواحد يجي يختار أنه يكون جنس يكون مثلا بهذا الشكل أو بهذه الطريقة، أو أنه يكون فكر السياسة يكون بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، أو يؤمن بهذا الفكر السياسي وغيره، تيجي أنت تسوي يعني تقصر نظرك وتنظر من زاوية واحدة تقول لا هذه ما ينفع، لازم تؤمن بكل الأفكار الدينية اللي موجودة في ديني أو الأفكار السياسية اللي موجودة في ديني، أو لا لازم تكون كده وما تكون كده، يعني هذا قصر نظر مع احترام الشخص لك. لأنه في النهاية المثلية، الدين، مجتمع الميم، الأفكار السياسية، هذه كلها حريات شخصية، أنه الواحد يقدر يختار فيها، يختار اللي يؤمن فيه أو لا يؤمن فيه. فعشان كده في الحلقة اللي أنا سويتها اليوم في سيادة الشعب، الحلقة رقم 37، في فقرة تكلمت فيها اللي هي مطالبة تعديل النص أو المادة أو الفقرة رقم 18، المادة رقم 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللي تتكلم عن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وتعديلها إلى لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والحريات الشخصية. لأن الحريات الشخصية الكلمة نفسها كلمة يعني واسعة جدا، وتشمل الحريات الشخصية اللي هي الدين، الانتماء لجنس معين، اختيار الجنس اللي انت تبغاه، الانتماء لفكر سياسي معين، الايمان بفكر سياسي معين او ثقافي او اجتماعي ايا كان. هذه هي فكرة الحريات الشخصية، ايش تاكل، ايش تشرب، هذه كلها من ضمن الحريات الشخصية، ايش تسمع، ايش تسوي، كيف تدخل دورة المياه، كيف تخرج، كيف ايش تستخدم لما تيجي تاكل، ايش اليد اللي تستخدمها لما تيجي تاكل، تطبخ، تلعب سوني، تستحمى، تجري، تاكل، اي شيء. هذه كلها تحت إطار أو كلمة الحريات الشخصية، إيش تؤمن إيش ما تؤمن كلها تحت الحريات الشخصية. فأتمنى تكون وصلت الفكرة يعني، يعني الكلمة تكون يعني
واضحة بأنها وصلت لك ولغيرك يعني من أتباع محمد خصوصا. وأنا أطالب مرة أخرى من هذا المنبر أنه يتم تعديل المادة رقم 18 من الإعلان العام لحقوق الإنسان، بدل من أنه يكون لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، يكون لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والحريات الشخصية، وبعدين تقدر تتفصل فيها زي ما تبغى. طيب عندك عمر اندرسكار ام 3 بيقول: لماذا الشعب المستبد الحزين حتى الآن مقتنع بالحكومة إنها صالحة ولا يريد إسقاطها بحجة دمار البلد أو التشرد أو التقسم اللي ممكن يصير أين خلل هذا الشعب وباقي الشعوب؟ ما زال خليج حكام قطاع الطرق الدكتاتورية. طبعا هذا الموضوع أصلا أنا ما أعرف، أنت قاعد تسأل أسئلة ما لها علاقة بالحلقة أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، لكن بعطيك هي بشكل مختصر. ما حد عارف يعني هل الشعب يبغى دستورية ولا لا، لكن انت تقدر تبحث وتشوف لو انت في مصر، اسأل الناس اللي انت هناك بس تكون حذر يعني عشان تعرف. لكن انا اعتقد انه الشعب اصلا يعني فقير جدا وجدا وجدا بالثقافة وبالحياة السياسية. فهذه هي المشكلة، يحتاج وعي، الوعي ياخذ وقت طويل جدا. لكن اللي في المعارضة في الخارج يعني للأسف يعني كثير منهم يبغون عائلة بن سعود، اللي يبغى أو اللي يبغى التطرف الديني، يعني اللي هو خلاف داعش وما داعش وهذا، وخلفاء خلفاء الراشدون ما يسموهم الخلفاء الراشدون، هم الخلفاء المتناحرون، تطرف ديني وعنف وإرهاب وكتم وحكم بالقوة والعنف والإرهاب باسم الدين. يا ده هذا اللي موجود في المعارضة في الخارج وقاعدين يحاولون يبثونه في الداخل في نسبة قليلة جدا زي حالتي يعني مثلا. يبغون تطبيق مبدأ الإنسانية أولا، الإنسانية هي الحل والسيادة للشعب من منطلق مبدأ الإنسانية أولا، الإنسانية هي الحل مش منطلق الدين يعني تجيبها بلفة تلف الدور، لا الإنسانية أولا، الإنسانية هي الحل. أشكر جميع المشاهدين والمستمعين، كذا إحنا وصلنا لنهاية الحلقة أو لسه في ردود معليش. عمر انا صراحة ما كنت اتمنى انك تسألني اسئلة سياسية لان ما راح اجاوب عنها كثير. لماذا لا تنسق حلقات مع المعارض عبد العزيز المؤيد بحكم انه معارض علماني عكس غالبية المعارضين الاسلاميين بالساحة اللي يريدون اسقاط نظام تطبيق الاسلام؟ المؤيد يبغى الدكتورية دستورية معلش. المؤيد يبغى الملكية الدستورية وكان لي علاقة عمل معاه في فترة من الفترات، لكن الآن هو يعني متضايق جدا من الكلام اللي أنا بتكلم فيه عن الدين، فعشان كذا يعني ما بيتواصل معايا إلا بالقوة. ويعني هذه مشكلة الناس هذه اللي هم يعني يعتبروا نفسهم علمانيين ومفتحين، اللي لما يشوفوا شخص بيتكلم عن الدين يبعدوا عنه ويخافوا منه، يقول لك لا الدين هذا خط أحمر ومدري إيش من ذا الكلام. ففي هذا النوع من التناقض في بعض المعارضين سواء في المؤيد وغيره يعني. عندك هنا تعليق من أبر علي يقول لك: المثلية الجنسية شيء طبيعي. هذا الشيء المشكلة الناس ما هي راضية تفهمه، خصوصا المتدينين، اللي هي المثلية الجنسية يعني شيء طبيعي. هو شيء طبيعي يعني إذا هو محمد نفسه يعني معليش ما بقول محمد ارتكب أصلا جريمة يعني بحق الأطفال وبحق النساء يعني، فما بستخدم مثاله لأنه يعني مرة ما ينطبق عليه المثال. لكن فكرة المثلية الجنسية مجتمع الميم يعني هو شيء طبيعي أصلا، بالفطرة تعتبر طبيعي، لأنه في النهاية هي حرية شخصية والشخص يبغى يختار هذا الشيء ولا لا. لكن تربطها لأن الفطرة السوية أو الفطرة السليمة هي إنه ذكر مع أنثى وأنثى مع ذكر، يعني الكلام هذا يعني مرة ضيق جدا يعني، من نظرة ضيقة الأفق جدا. لأنه لما أنت تشوف الحياة الطبيعية بشكل عام وتشوف الكائنات الحية الأخرى كيف بتعيش وكيف بتتعامل، حتلاقي نفس الشيء هذا موجود، اللي هي مجتمع الميم او مجتمع المثليه الجنسيه هذه، اثنين من نفس الجنس يمارسون الجنس عادي شيء طبيعي. فهذا الشيء يعني شيء طبيعي اصلا يكون موجود في الانسان، هل او في الانسانيه، هل كل الانسانيه؟ لا طبعا، حيكون بنسب متفاوته، وطبعا في اسباب وفي اعراض وفي هذا، لكن من ناحيه انها طبيعيه هي اكيد حتكون طبيعيه بشكل او باخر. وعجبهم ولا ما عجبهم هي في النهاية طبيعية. لكن مشكلة المتدينين إنهم شايفينها إنه فقط قائم على ذكر وأنثى أو أنثى وذكر، غير كده ما ينفع.
طبعا هذا كلام فاضي بالمناسبة. وأنا قلت إنه يعني جاي من تفكير سطحي جدا وضيق في الأفق. طيب، ما أعتقد إنه في أي استفسارات أو أي أسئلة ثانية. صرت كذا نحن نختم. خليني بس أتأكد ما في أي ردود في اليوتيوب، في تويتر أو الفيسبوك. طبعا أحب أشكر مشاهدينا ومستمعينا مرة ثانية. أيضا هذه الحلقة حبيت أذكر مرة ثانية إنه هدفها إنه بحاول أثبت إنه محمد ارتكب هذه الجرائم اللي هي ضد الإنسانية وضد البشرية، اللي هي عن طريق جريمة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. وأثبت لكم هذه النصوص، تقدر ترجعوا لها في المصادر في صندوق الوصف في قناة اليوتيوب. كل المصادر اللي أنا ذكرتها وتكلمت عنها في هذه الحلقة بتحصلوها في اليوتيوب وموجودة أوريدي. أي أحد عنده رد، يعني حابب يستفسر أو حاب يعني ياخذ ويعطي معاي في الكلام هذا ويفند ويرد على الكلام اللي أنا قلته، أهلا وسهلا. المنصات حقتي مفتوحة 24 ساعة، معليش مش 24 ساعة، مش 24 ساعة عشان لا أبالغ، لكن هي ترحب بأي شخص بيخالف أو يعني عنده فكر أو يعني معتقد بيختلف عن اللي أنا بؤمن فيه، وعنده فعلا حجة وعنده يعني رد يعني أكاديمي بيقدر يرد فيها عليا بدون طبعا سب وشتم وإساءة وتشخيص المواضيع. طيب، في عندك هنا اندرسكور كي 1 بيقول: هل العنصرية ضد الشكل أثناء حياتك في السعودية سبب رئيسي بهجرتك؟ طبعا هذه واحدة من الأسباب، مش هي السبب الرئيسي، واحدة من الأسباب. هو في أسباب كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذه واحدة من الأسباب. خالد بيقول: مين ما لا تعرف وجه خالد الجهني. الحلقة، معلش أنا سامحني، الحلقة هذه مش عن خالد الجهني، ممكن تعرض في برنامج آخر اللي هو السيادة الشعب، لكن في حلقة أكاديمية ما راح أعرض أي موضوع خارج إطار الحلقة اللي أنا بتكلم عنها أو المشروع اللي أنا بتكلم عنه. فأنا أعتذر يا خالد، ما راح أقدر أعرضه. كذا نكون نحن وصلنا هذه الحلقة. أشكر مشاهدينا ومستمعينا مرة أخرى على هذه المتابعة، وأشكركم أيضا على المشاركات وعلى التفاعل أثناء الحلقة ومشاركة كل الآراء اللي يعني والاستفسارات والأسئلة والمناقشات اللي وجدت في اليوتيوب. أغلبها أنا شايفها أنها جاية من اليوتيوب. أي أحد في تويتر، سواء في مساحة تويتر أو في الفيديو في تويتر، لأن البث في تويتر يعني جاي على شكل صوت اللي هو مساحة تويتر، أو جاي على شكل فيديو اللي هو البث حق تويتر، البث فيديو في تويتر أو على صفحة الفيسبوك. أي حد هناك يسمعنا ويتفرج لنا ويتشاهدنا يقدر يحط مشاركات ويقدر يشاركها وأعرضها أثناء البث، وتقدروا وأقدر آخذ وأعطي معاكم فيها وأناقشها معاكم. أتمنى لكم يوم سعيد، ليلة سعيدة، مساء سعيد، أوقات جميلة. أتمنى لكم يعني كل خير، وميري كريسماس وسنة جديدة. طبعا لسه باقي يعني تقريبا شهر على نهاية السنة، لكن هذه آخر شهر في هذه السنة، ونتمنى إنه هذه السنة تعدي على خير زي ما بيقولوا. أتمنى لكم تكونوا بخير، ونشوفكم على خير ومع السلامة.